أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نبتدي الليكتشر الخاصة بالمالتيبل تشويس كويشنز أوف بلاد، ودي هتبقى إن تو سيشنز ما بينهم هاف أن أور بريك. وفي كل مرة بقول نفس الكلام، إن ذيس إز ذا بيست واي تو ستادي إم إس كيو، بس زي ما بقولت انه لازم يبقى حد في دماغه كل الاسئله وورد وايد عشان يقولها لك، لان زي ما بقول حتى ريفيجن ده يصلح لاي حته في الدنيا. فحضرتك هتعمل ايه؟ هتسمع السيشن مره او مرتين، وطبعا قلت سبيشالي في الوقت اللي انت حاسس فيه ان ده وقت انت مش قادر تذاكر تعبان، يبقى حاجه لطيفه حتى انك تقعد تستغل الوقت بانك تسمع. بعد ما تسمع الخطوة الثانية بتروح للMCQ الخاص بنفس السبجكت من المصدر بتاعك، كتاب القسم أو ما شابه، وتحل وتجيب ورقة جنبك وتسجل الأخطاء اللي انت عملتها. وزي ما قلت انت ما بتعيدش كل الأسئلة تاني، ده يبقى waste of time. بتعيد فقط الأسئلة اللي انت غلطت فيها. بعد ما تعمل ايه؟ بعد ما ترجع للمصدر بتاعك تعرف ليه المعلومة دي انت غلطت فيها، يعني ايه الصح بتاعها، فترجع لها سواء في المصدر بتاعك او في المحاضرات بتاعتنا وتعرف ايه الصحيح بتاعها واللي خلاك تقولها غلط. بضيف النهاردة حاجة أولاد مهمة قوي، انه بالاضافة لان دي multiple choice questions lecture، الا انها ملخص رائع ومعتبر للبلاد، لدرجة بقول لكم ان الولاد اللي هم اللي بيتكلموا عربي هنا العربية في نورث امريكا، وبعضهم ابائهم اصدقائي بيتصلوا بيا فقالوا لي حاجة غريبة قوي، ان ايفن حتى الكنديانز والامريكانز بيسمعوها، حتى بيقولوا ان هم بيقدروش يفهموا غير يعني ستيل 70% طبعا بمعاناة اللوحات بتساعدهم كتير، وان هم دي ويش ان انا اتكلم اكتر بالانجليزي. طبعا انا مش هعمل كده، انما وعدتهم بحاجة ان بإذن الله next year اذا كان في العمر والصحة بقية هعمل الـ international version in English فقط بنفس اللوحات، بس نبتدي الاول يعني بالعربية احسن، وهم معلوم قادرين يتابعوا زي ما انتم عارفين، لان الجمل الميديكال اكسبريشن زي ايه، طبعا لوحات بتساعد بطريقة جميلة جدا. وانا قلت ان our system احنا audio visual، يعني بتشوف وبتسمع. فعندنا النهاردة في البلد 34 يعني pages، عندنا 34 diagrams أو لوحات هنناقشها. فنتوقع الله ونبتدئ باللوحة الأولى. البلاد يا أولاد حوالي 5.6 لتر، ده مش سؤال MCQ، يمثل 8% من البادي ويت. ده البلاد بينقسم إلى قسمين، في عندي بلازما اللي هي يعني 90% وسيلز. نمسك كل واحدة فيها 3 نقاط. السيلز طبعا برضو مش سؤال MCQ، في 3 انواع من السيلز مش هضيع وقتك، RBCs وايت بلاد سيلز بليتلتس، يبقى 3 اهو. انما البلازما فيها 3 حاجات فيها، اسف انا قلت البلاد بينقسم لسيلز وبلازما. السيلز في رقم هنا مهم جدا في MCQ، البلازما 55% من البلاد اللي هي حوالي 3.5 لتر، بينما السيلز 45%. فين الرقم المهم هنا في MCQ؟ ان السيلز 45%، لان ده بنسميه الهيماتوكريت فاليو، قيمة الدم، الباكت سيل فوليوم اللي هي طبعا معظمها RBCs، قيمة الدم في كمية السيلز اللي بيحتويه. لان قلنا البلاد 55% بلازما و 45% سيلز. طبعا المهم البلازما دي 90% منها مية زي ما قلنا، فالمهم في البلاد هو السيلز اللي هو الهيماتوكريت فاليو، تبقى عارف انها 45%. طبعا في الام اس كيو بتبقى اعلى قليلا في الميل، الرقم بيبقى فوق 45، 46 صح، 47 صح، اي رقم فوق 45 صح. في الفيميل اقل من 45، 42. ده سؤال ام اس كيو.
يبقى هنا السيلز بتمثل كام؟ 45% دي مهمة. طبعا البلازما بتمثل باقي 55% دي اقل اهمية. البلازما بتنقسم لثلاثة، في مية 90% من البلازما مية، وفي سوليدز اللي حوالي 10%، وفي جاسز لان دي نسبة لا تذكر، يعني الاحوال الثلاثة للمادة. سوليدز فيها اسئلة محددة، فيها جزء انورجانيك يعني غير عضوي اللي هو كريستالويدز اللي هو الصوديوم كلورايد، نسبتها قد ايه بقى؟ لازم حضرتك تبقى عارفها بالظبط، 0.9%، يعني مش 1 جرام لكل 100 سنتي، لا ما اقولش 1 جرام، شوف الدقة، 9/10 من الجرام لكل 100 سنتي. هتقول لي ايه اهمية الرقم ده؟ هيجيبه لك في الام اس كيو، ان اي محلول تركيز الملح فيه 9/10 جرام في كل 100 سنتي، او يقول لك بطريقة تانية 9 جرام في كل 1000 سنتي، ما هي هي 9/10 في كل 100 هي 9 جرام في كل 1000 سنتي، يبقى هذا المحلول ايزوتونيك او ايزو ازموتيك تو بلازما او بلاد، يبقى ممكن العين ياخده. ده السؤال الام اس كيو هنا. يبقى اول سؤال الام اس كيو كان ان السيلز بتمثل 45% والبلازما بالاكسكلوجن قلنا دي ما بتجيش 55، خلاص ان الهيماتوكريت فاليو 45%. نيجي في البلازما، اول سؤال انه الكريستالويدز الانورجانيك سوديوم كلورايد بتمثل 0.9% او 9 جرام في كل 1000 سنتي، الاثنين صح، وده يبقى ايزوتونيك او ايزوزموتيك تو بلازما المحلول ده. نيجي الاورجانيك، الاورجانيك حاجتين، يا بروتين يا ليبيد. البروتين الرقم اللي تعرفه بتاع البلازما بروتين 7 جرام بيرسنت، هنا قلت لك مش هيلخبطك في الرقم، 7 وعارف الناس كلها حافظة انها 7، انما هيجيبها لك ميلي جرام، قلت ده غلط. كل حاجة في البلد بالميلي جرام ما عدا حاجتين مهمين جدا، البلازما بروتينز والهيموجلوبين. البلازما بروتينز والهيموجلوبين لازم يبقوا جرام، فهنا البلازما بروتين 7 جرام. طبعا في بعض الكتب 7.2 من 10، 7.4 من 10، مش عاوز بقى ندق في التفاهات لان احنا مليون مصدر قصادكم، اي رقم فيه 7 يبقى ده صح، افتكرها، حتى الرقم اللي كرمه الخالق 7، السماوات 7، يعني ايام الاسبوع حتى 7، رقم لا ينسى، ادام 7 يبقى صح، 7.2 7.4، احنا دماغنا كبيره، مش كل الناس 7 بالظبط، ادام 7 جرام انت تبص على التمييز في اي رقم في الام اس كيو اهم من الرقم 7 جرام. طب تاني حاجه الليبيد، الليبيد موجوده كلايبوبروتين، هيجيبها لك فري ليبيد، غلط، لانها لو فري ليبيد الليبيد ما بيدوبش في الميه، الزيت والماء لا يختلطان، كانت تبقى كارثه، كانت تترسب في جدران الاوعيه وتديني اثيروسكلروز. فعشان تبقى الليبيد ميسبل ويذ ووتر، يعني دايبه في الميه، سوليبل ان ووتر، ربنا شايلها على بلازما بروتين، يبقى ما يجيبها لي الليبيدز ان بلاد فري ليبيد في الام اس كيو، غلط، هي لايبوبروتين. تبقى فاهم ليه اللي هم حتى بتاخدوها في البايوكيمستري، الهاي دنسيتي لايبوبروتين واللو دنسيتي لايبوبروتين والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، خلاص، اللي هم الكوليسترول حتى نسميه الهاي بنسميه الجود كوليسترول واللو بنسميه الباد كوليسترول، واطي واطي افتكرها، اللو ده وحش باد كوليسترول، انما الهاي العالي عالي ده جود كوليسترول. يبقى ده سؤال ام اس كيو. يبقى دي اول حاجه في المقدمه الاسئله. تقل لاول موضوع في البلاد وهو البلازما بروتينز. مرة تاني قلنا ان البلازما بروتينز يا اولاد اي رقم 7، 7.2 من 10، 7.4 من 10، ادام 7 جرام صح في الام اس كيو، ده سؤال ام اس كيو. تاني سؤال في الام اس كيو ان البلازما بروتينز ار دايناميك ستراكشرز، يعني ايه دايناميك؟ يعني كونستنتلي يوزد كونستنتلي ريفورمد، اهي موجوده تحت حتى، كونستنتلي يوزد يعني استخدمها و نعيد تكوينها، لو انا ما اكلتش ممكن الماكروفيجز تكسرها الامينو اسيد واستغل الامينو اسيد دي احولها في الليفر لجلوكوز بجلوكونيجينسيس، ولما اكل اعمل غيره، يبقى هم دايناميك. وقلت معلومه بمليون جنيه ان كل حاجه في جسمك دايناميك ما عدا حاجتين، النيرف سيلز والماسل سيلز، دول لو مات السيل مش الفايبر ما تقدرش تعمل غيره، النيرف سيلز والماسل سيلز هم الاستاتيك، اي حاجه تاني ايفن البون دايناميك، يعني بنعمل له ريموديلنج، بناخد منه نحط جديد نجدد فيه، وطبعا الاظافر وما شابه، انما ده فيبقى البلازما بروتين دايناميك، ده سؤال ام اس كيو.
even القلب من هو بنغير في اليوم 10%. يبقى داينام ده تاني سؤال. ثالث سؤال في الام اس كيو بيتعملوا فيه البلازما بروتينز. بلازما بروتينز اربع انواع، البيومين، وقلنا اي ان يعني بروتين، البينو يعني ابيض، بروتين الابيض، جلوبولين يعني بروتين الكروي. لما حكيت لكم قصه البيضه، البياض بتاع البيضه ده البيومين، الكوره اللي جواها الصفرة ده الجلوبولين، جلوب يعني كوره. فايبرينوجين يعني بيعمل جينيسيس للفايبرين، بروتين الخيطي اللي هو بيعمل الجلطه. برو يعني قبل، ثرومبين يعني بروتين ما قبل التجلط، لان ده اللي بيحول فايبرينج للفايبر. ده اصل الكلمات، ابقى ارجع المحاضرات بتاعتنا عشان تعرف بالظبط بقولها ببطء اكتر، انما قلتها في عجاله اهو. السؤال ام اس كيو ان كل البلازما بروتينز ار فورمد ان ليفر ما عدا نص الجلوبولين، وهو النوع الاهم في الجلوبولينز. يبقى مين اهم نوع من الجلوبولينز ده؟ الفا وبيتا وجاما. اهم نوع هو الجاما جلوبولينز، اكتر نوع هو الجاما جلوبولينز، اكبر نوع هو الجاما جلوبولينز. يعني في الام اس كيو اي حاجه في الجلوبولينز الاجابه جاما جلوبولينز، هي الاكثر والاكبر والاهم. دول نصهم بقى اللي هو، لان الجاما جلوبولينز ده الاميونو جلوبولينز، هناخدها النهارده في الاميونيتي في سيشن 2. 50% منهم ما بيتعملوش في الليفر، بيتعملوا في البلازما سيلز اللي موجوده في اماكن تانية بالاضافه لتواجدها في الليفر. يعني تاني للاوائل، يبقى الجاما جلوبولينز بيتعملوا في البلازما سيلز اللي هي موجوده في الليفر وحاجات تانية بره الليفر. يبقى لو انا حتى في الشفوي، بس دي مش مراجعه شفوي، وقالوا لي البلازما بروتينز بتتعمل فين، اقول كلهم all are formed in the liver. The gamma globulins ما اقولش exception. As well as well in plasma cells elsewhere in the body، في حتة تانية غير الليفر. البروف سؤال ام اس كيو، لو انا شلت الليفر في انيمال، طبعا هيباتيكتومي، علمتكم هيبات يعني ليفر بدليل هيباتايتس التهاب كبدي، اكت يعني بره اكتوبيك، وتومي يعني تقطع مش اناتومي يعني تشريح. فهيبات اكتومي، هيباتيكتومي يعني كلمه من ثلاث مقاطع، وبحب الالوان بتساعدك جدا، معناها اشيل اقطع واشيل الليفر بره، او ليفر ديزيز في الانسان. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ سؤال ام اس كيو، كل الانواع هتقل لانها بتتعمل في الليفر فقط ما عدا مين؟ الجاما جلوبولينز. للاوائل الجاما جلوبولينز المنطق يقول تقل شويه، لان في جزء بتعملها بيتعمل من الجلوبولينز في الليفر. لا، الاجابه الصحيحه الجلوبولينز هتزيد. عارف ليه؟ ان الحتت اللي بره الليفر اللي بتعمل جلوبولينز اللي هو البلازما سيلز بتزود الجاما جلوبولينز، افتح ودانك، لتعويض النقص في الانواع الاخرى. يبقى في الام اس كيو كله يقل والجلوبولينز تزيد مش تقل شويه. سؤال بعد كده في البلازما بروتينز، الايجي ريشيو، الالبومين تو جلوبولين ريشيو، اللي هو النسبه بين الالبومين والجلوبولين. طبعا الالبومين اكتر من 3.5 ل 5 جرام من السبعه البومين، اكتر واحد هو الالبومين. فطبعا لما اقسم الالبومين على الجلوبولين تطلع الريشيو اكتر من واحد، يبقى اهم انك تقول انها اكتر من واحد. 1.2 ل 1.6 حسب طريقه الفصل. اشهر طريقه الفصل اسمها الكتروفوريسيس، اللي هي الكتريكال ميثود اوف سيباريشن اوف بلازما بروتينز. دي سؤال ام اس كيو، الكتروفوريس بتاخدها في البايو، الكتريكال ميثود. امتى يقل الايجي ريشيو؟ من اهم الاختبارات في الطب، لو القلب اللي فوق قل او جلوبولين تحت زاد، لو البسط قل او المقام زاد. طب امتى القلب يقل؟ في الليفر ديزيزز، والمثال سيروزس، تليف، لان القلب بيتعمل في الليفر ما فيش فورميشن. او لو كيدني ديزيزز، والمثال نيفروزس، حتى جاي من كلمه نفرون، لان وحدات الكلى اسمها نفرونز. ليه؟ لانه هيفقد بقى، يبقى هنا ما بيتعملش وهنا هيفقد. طب طالب ذكي يقول لي الله، طب ما لما الواحد يبقى الكلى بايظه ليه ما تفقدش القلب من الجلوبولين؟ الاجابه على السؤال ليه بتفقد البيومين اكتر، فالمحصله كانه فقد البيومين، لان البيومين اصغر، الموليكولار ويت بتاعه قليل 69,000، الجلوبولينز لا من 150,000، فهيفقد قلبي من اكتر. او ثالث احتمال، ايه اللي يقلل الايجي ريشيو؟ لو الجلوبولين زاد. طب انا قلت اهم نوع فيهم مين؟ الجاما جلوبولينز، هو الاميونو جلوبولينز، هو الانتي بوديز اللي بتزيد في الانفكشن. يبقى عندك في الام اس كيو ثلاث احوال تزود الايجي ريشيو،
اتنين بينقصوا القلب وما اتعملش في الليفر ديزيزس فقد في الكيدني ديزيزس او جلوبولين زاد في الانفكشن. ده كانت اللوحه الاولى. باقي اللوحه الثانيه functions of بلازما بروتينز. اهو خد بالك هي مراجعه, هي مش بس ام اس كيو, انت ما تسمعها مرتين ثلاثه كانك رجعت البلاط. وعاوز حتى بعد ما تخلصوا امتحانات المالتيبل تشويس ابقى اسمع المراجعات في كل وقت فاضي, هتلاقي نفسك بقيت يعني ممتاز في الفيزيولوجي. ما حصلتش. نيجي الفانكشنز بلازما بروتين 8. طب قلت ان العقل البشري ما ياخدش اكتر من 4, هقولها لكم في السيكولوجي باذن الله. فعندي هنقسمهم 4 سبيسيفيك فانكشنز. يعني ايه؟ يعني هو ليه ربنا عمل 4 ديفرنت تايبس اوف بلازما بروتينز, البيومين, جلوبولينز, فايبرينوجين اند بروثرومبين؟ ليه؟ بيكوز ايتش تايب هاز جوت سبيسيفيك فانكشن. فحتى لو تتذكرهم من اسماء البلازما بروتينز الاربعه, بروثرومبين, فايبرينوجين, جلوبولينز اند البيومين. طبعا هنا انا عارف الاولاد اللي بيسمعوني في كندا وامريكا بيعتبروا الفايبرينوجين نوع من انواع الجلوبولينز, لانه كواجليشن فاكتور, والكواجليشن فاكتورز كلها بيتا جلوبولينز. فانا عارف بيديه لهم 3 انواع بس, ما بيقولهمش 4. فاللي سامعني هنا في نورث امريكا احنا اديك متفاهم القصه, انما عندنا في البلاد العربيه بيحبوا يقولوا 4. طيب واربعه ما بحبش اقول بقى نون سبيسيفيك فانكشن, اذر فانكشن, لان هم برضو سبيسيفيك بس ليس سبيسيفيك للاوائل. طيب نبتدي بالاربعه ليس سبيسيفيك او اذر فانكشنز. هنحفظهم ازاي دول؟ طريقه لطيفه. اي بي سي دي. ايه ادزوربشن؟ يعني التصاق وكونزرفيشن ومحافظه. ادزوربشن اند كونزرفيشن, يعني في حاجات بتلزق في البلازما بروتين ادزوربشن بغرض انها ما تنزلش في البول. زي مين؟ زي الهرمونز وزي المينرالز زي الكالسيوم والايرن والكوبر. تمام. يبقى ليه لزقوا ليه هنا؟ ادزوربد ليه؟ عشان يحصل كونزرفيشن, ما يحصلهمش اكسكريشن نيورون. اللي عاوز اقوله للاوائل ان الفانكشن دي برضه سبيسيفيك بس ليه سبيسيفيك؟ يعني مين اللي بيشيل الهرمونز ويشيل المينرالز؟ يا القلب من الجلوبولين, مش اي حاجه. يبقى برضه سبيسيفيك بس ليه سبيسيفيك. طب وقلنا من شويه ان كل الليبيدز مش موجوده از فري ليبيد, از لايبوبروتين, بغرض اخر بقى, مش عشان ما تنزلش في البول, هي كبيره, بغرض انها تبقى ميسيبل ويز ووتر, ووتر سوليبل. يبقى دي اول وظيفه. طب تاني وظيفه بي, ما تجيش احلى من كده. اي بي سي دي. اي بافر, اي ادزوربشن, بي بافر. البلازما بروتين 15% من البافرنج باور اوف بلاد, الرقم ده في الام اس كيو. وقلنا اي بافر لازم يبقى متكون من حاجتين, ويك اسيد عشان يعادل الالكاليز, والسولت مع سترونج بيز عشان يعادل الاسيدز. طب هنا كل البلازما بروتين, وده سؤال ام اس كيو, موجوده في الدم كيميائيا كايه؟ كبروتينيك اسيد. هتقولي ليه؟ لان البلازما بتاعتنا الكالاين, والبلازما كل البروتينات في الجسم انفوتيريك, يعني متردده. لما تحطهم في الكالاين ميديوم they behave as acids, بروتينيك اسيد. فهمت؟ انت البي اتش بتاعتك الكالاين, اي بروتين تحطه في وسط الكالاين يشتغل كاسيد, فعشان كده موجوده كبروتينيك اسيد. جزء منه ما يتحد مع البيز المتاحه في البلازما وهي الصوديوم, فيبقى صوديوم بروتينيت. يبقى جزء كبروتينيك اسيد والجزء اللي اتحد مع صوديوم بروتين بس, يبقى هو ده بافر سيستم. يبقى لما يقول لك دي الصوره اللي عليها البلازما بروتين في الدم الكيميائيه, صح, بروتينيك اسيد وصوديوم بروتينيت اللي هم بافر سيستم. ليه؟ سؤال ام اس كيو, لان البلازما بروتينز ار انفوتيريك. سؤال ثاني ام اس كيو, طب كون الصوديوم بوزيتيفلي تشارجد, يبقى 100% البلازما بروتينز ايه؟ نيجاتيفلي تشارجد. يبقى في عمليه الفصل الكهربائي النيجاتيف هيروح للبوزيتيف الكترود اللي هو الانود. يبقى ما يجي لك في الام اس كيو البلازما بروتينز في الالكتروفوريسيس مايجريت تو انود. طبعا الصغير بيروح الاول, فالاكبر فالاكبر, وعشان كده بنقدر نفصلهم. فهمت؟ يبقى بنفصلهم حسب المولكيولار ويت, مين هيروح الاول للانود. يبقى ده سؤال مهم, ان هما دي كاري بوزيتيف تشارجز وبالتالي مايجريت للانود. ثالث حاجه كابيلاري بيرميابيلتي سي, ان الكابيلاريز ده المكان الوحيد اللي بيسمح بالاكشينج من خلال البورز.
طب يعني هي زي ما الثقوب، عمرك شفت شبابيك ويندوز بدون ضلف عشان تتحكم في الهواء اللي تدخله الهواء اللي ما تدخلوش؟ الضلف بتاعت الكابيلاريز اللي بتتحكم في الاكتشينج وعليه في البيرميابيلتي، نفاذية الكابيلاري مصنوعة من الكالسيوم بروتينات، يعني بلازما بروتين معاه كالسيوم، يبقى اذا مهمة للكابيلاري بيرميابيلتي. للناس اللي هنا في نورث امريكا دي اهم وظيفة، لما يجي لك مين اهم وظيفة؟ البلازما بروتين، الكابيلاري بيرميابيلتي. لان لو فقدت البلازما بروتين نفاذية الكابيلاري هتزيد جدا، هتفقد الدم، حجم الدم هيتقلص، يتوفاك الله من سيركيولاتري شوك. This is the most important function. عندنا ما بيدققوش في دي قوي. رابع حاجة قلنا انها دايناميك، ممكن لو مش واكل تستخدمها كدايت ريزيرف. يبقى دي الاربع وظائف: absorption and conservation. B A absorption and conservation بغرضين، لو حاجة صغيرة عشان ما تنزلش في البول، لو ليبيد عشان يبقى ميسيبل وزوط از لايبوبروتين. وقلنا دي سؤال ام اس كيو. B بفر 15%. وفي اسئله تانية هنا، هي ليه بتشتغل كبفر؟ لان البلازما بروتين امفوتيريك متردده، ففي الوسط الالكالين بتشتغل كاسيد، يبقى في بروتينيك اسيد وجزء منه متحد مع الصوديوم الايون المتاح خارج الخلايا، يبقى صوديوم بروتينيت، يبقى ده بفر سيستم. ويك اسيد والسولت مع سترونج بيز، هنبقى نحكي قصه البفر في اوانيه. سؤال داخل سؤال، وعليه لو حطيتهم في الكتريكال فيلد، ودي فكره الالكتروفوريسيس، الصوديوم بوزيتيف يبقى البلازما بروتين نيجاتيف، يبقى يروحوا ليه؟ انود كابيلاري بيرميابيلتي، وقلنا دي اهم وظيفه، ودايت ريزيرف لان هم دايناميك. نيجي ناخد بقى الاربعه اللي هم سبيسيفيك فانكشن، اللي عشانهم ربنا عمل فور تايبس، ناخدهم من الاخر. الاول بروثرومبين، من اسمه، وده قيمه الترمينولوجيا يا اولاد، دي انا بضيع وقتكم في الترمينولوجيا، وشايف الالوان جميله ازاي بتساعدنا. ثرومبس يعني جلطه، البروتين بتاع الجلطه، بس موجود في صوره سابقه اسمها بروثرومبين، يبقى من اسمه ده بتاع البلاك كواجليشن. ادي خلصنا من واحد من الاربعه. نطلع على الفايبرينج، من اسمه بيعمل جينيسيس، يعني ما هو جين يعني جينيسيس تخليق او توليد، مش احنا عندنا جينريتور يعني مولد للبروتين اي ان، يعني بروتين اللي في شكل خيوط، مولد البروتين الخيطي. الله، طب ما هي الجلطه عباره عن شبكه من بروتين خيطي مصطاده، اكتر حاجه في الدم تصطادها هي ار بي سيز، ادي الجلطه، شبكه من فايبرين جواها ار بي سيز، اديك فهمت ايه هي الجلطه. يبقى من اسمه، لو فاهم ترمينولوجي يبقى مهم البلاك كواجليشن. طب من رقمه، هو عنده الهايس موليكولار ويت، مش مهم الرقم، بس المهم انك تعرف ان هو الهايس موليكولار ويت اللي هو 340,000. تخيل موليكولز كبيره ماشيه في البلازما، يبقى هتخلي البلازما دي ماشيه بسهوله ولا بصعوبه؟ فيها موليكولز كبيره بصعوبه، يبقى نسميها لزجه، يبقى مسؤول عن للاوائل بلازما فيسكوستي. فين الكلمه المهمه هنا؟ بلازما، ما قلتش بلاد فيسكوستي، هنا بلاك كواجليشن، انما هنا بلازما فيسكوستي، لان اللي مسؤول عن البلاد فيسكوستي، البلاد فيسكوستي هو الار بي سيز. اهو سؤال داخل سؤال في الام اس كيو، بلاد فيسكوستي تختار الار بي سيز، بلازما فيسكوستي يعني من غير ار بي سيز تختار الفايبرينش. نيجي الجلوبلينز، الجلوبلينز ثلاث انواع، جاما وبيتا والفا. الجاما جلوبلينز دي اهمهم، دي الاميونو جلوبلينز، يبقى دي الانتي بوديز. طب البيتا جلوبلينز في سؤالين فيها، الكواجيليشن فاكتورز كلهم بيتا جلوبلينز، مش كده قلنا حتى الفايبرينج يعتبر بيتا جلوبلينز، بيحطوه هنا نفس تبع الجلوبلينز لانه كلوتينج فاكتور نمبر 1، يبقى الكلوتينج فاكتور بيتا جلوبلين. سؤال تاني في الام اس كيو، طب الترانسفيرين اللي بيشيل الحديد في الدم بيتا جلوبلين برضه. سؤال ثالث، كل ده في الجلوبلين اسئله. طب الالفا جلوبلين وظيفتها ايه في الجسم؟ دي بتعمل انجيو يعني وعاء، تنشن يعني ضغط، جين يعني مولد، مولد الانجيو تنسن، انجيو تنسينوجين ده مولد الانجيو تنسن اللي هو اهم ماده بترفع الضغط عندنا، ده الالفا جلوبلين. يبقى مليون سؤال، واخد بالك ان مراجعه الام اس كيو تختلف قليلا عن اللي كنا بنقوله في النظري، هنا بنركز على اسئله الام اس كيو. يبقى الجاما جلوبلينز، ايمينو جلوبلينز، انتي بوديز، البيتا جلوبلينز عندك سؤالين، كواجليشن فاكتورز وترانسفيرين. الالفا جلوبلين ده اللي هو اهم، بيولد اهم ماده تعلي الضغط، انجيو يعني وعاء دموي او وعاء، اسف مش دموي، وعاء بس، تنشن يعني ضغط، وجين يعني جينيشنز اوف انجيو تنس اللي هو اهم ماده تزود الضغط. طب نيجي بقى الالبيوم، الالبيوم بيتميز بايه يا اولاد؟
ده سؤال لوحده في الام اس كيو. ده عنده الهايس كونسنتريشن من 7 جرام 3.5 ل 5 البوم جرام، وفي نفس الوقت عنده لو موليكولار ويت، مش اللويست لان اللويست هو البروثرومبين، انما لو فيري لو قريب قوي، ده 68000 ده 69000 مش فارقه يعني، كان ممكن حتى نكتبها اللويست، يبقى فوتاله لو قال لك عنده اللويست موليكولار ويت صح برضه مش فارقه، هنا 69000 من البروثرومبين 68000. جمع الاثنين دول مع بعض كميه كبيره من جزيئات صغيره، اهي هوريها لك، كمية كبيرة وجزيئات صغيرة، يبقى عدد الجزيئات كتير جدا. طب وانت قلت لنا ان عدد الجزيئات ده زي ما هنقول في محاضرة الانترودكشن ده مسؤول عن الازموتيك بريشر، يبقى 100% الالبيوم ده متداخل مع الازموتيك بريشر، دي نص الاجابة بس. ليه هو مسؤول عن الازموتيك بريشر؟ انه كمية كبيرة اكتر كمية من بروتينز باحجام صغيرة، كمية كبيرة واحجام صغيرة يبقى العدد كبير يبقى ازموتيك بريشر. بس الاوائل والاذكياء في من هو اكثر منه عددا طبعا، الكريستالويدز اللي هم الصوديوم كلورايد دي اكثر بما لا يقارن. فما اقول لك الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما مين المسؤول عنها، تقول لي اهي كريستالويدز ثم كريستالويدز ثم كريستالويدز ثم البلازما بروتينز. بس عيب الكريستالويدز انها متناهيه الصغر، فبتخرج برا البلاد، فتركيزها برا البلاد زي جوه البلاد، قوة رهيبة 5000 مليمتر ميركوري، بس برا زي جوه، زي ما قلتها 5000 بيشدوا الحبل من ناحية وقصادهم 5000 بيشدوا الناحية التانية، قوة رهيبة بس غير مؤثرة، قوتان متساويتان متضادتان ما لهاش قيمة خالص. تمام؟ ميزة الألبيومين بقى أو البلازما بروتينز عموما خاصة الألبيومين، يعني كل البلازما بروتين طبعا بتعمل دي بس خاصة الالبيومين، انها موجودة جوه بس، قوة صغيرة 28 بس في ناحية واحدة، يبقى هتشد المية ناحية البلاد. يبقى لما يقول لي الالبيوم مسؤول عن ايه بقى، امتى يبقى الاجابة صح في الام اس كيو؟ لو حط لي كلمة من ثلاثة عن الافكتيف اوزموتيك بريشر انها في ناحية واحدة صح، كولويدال عشان يبقى استثنى كريستالويدز اللي هو الصوديوم كلورايد، كولويد يعني حاجة اورجانيك يبقى صح، اللي هي بنفس المعنى اونكوتيك، مش كده مديها لك باللون الاصفر، الوان بحب الالوان وبحب اللوح عشان بتفهم الناس بنورها، هو اشمعنى بختار اللون الاصفر اكتر لون بيشوفه عين الانسان، هبقى ادرسها لكم سنه ثانيه باذن الله. يبقى الالبيوم مسؤول عن افكتيف كولويدال اونكوتيك اوزموتيك بريشر، اوزموتيك بريشر لوحدها بقى غلط، الاجابه الصحيحه تبقى في الام اس كيو كريستالويدز 5000 بس قوه غير مؤثره، انما دي 28 في ناحيه واحده فهي قوه مؤثره. حتى للأوائل ال 28 دي متقسمة ازاي؟ 19 بلازما بروتين و 9 الصوديوم اللي اتمسك مع البلازما بروتين جوه ومفيش ما يقابله بره، ممسوك اللي هي بنسميها الدوننس الكوليبريم، يعني الأوائل قوي يعني ال 28 دول مش كلهم بلازما بروتين، 19 بروتين و 9 صوديوم موجود جوه مش موجود بره، ممسوك بالبروتين اللي جوه ومفيش بيعاد له بره لان بره مفيش بروتين، ده للاوائل قوي. طب ايه قيمه الكولويدال اوزموتيك بريشر؟ ده الكابيلري ناحيه الارتري، البلاد بريشر عالي فالميه تخرج خلاص. طب الله، طب كده حجم الدم هيتغير، ما تخافش، ما هو اللي خرج عند الارتيريا الان بسبب زياده البلاد بريشر هيدخل تاني ناحيه الفين عند الفينس اند اوف كابيلري بسبب الكولويدال اوزموتيك بريشر، يعني الكولويدال اوزموتيك بريشر بتخلي الاكشينج هنا يخرج وهنا يدخل، في حجم الدم يقعد ثابت، بتحافظ على حجم الدم على الفوليوم بلاد، بتريجوليت موضوع الاكشينج. يبقى ده الفانكشنز اوف بلازما بروتينز، يبقى اربعه سبيسيفيك هتفتكرهم من الاسماء، البيومين افكتيف او كولويدال او اونكوتيك ده الاهم، اوزموتيك بريشر لوحدها غلط، الاجابه تبقى كريستالويدز اللي هي كام سؤال ام اس كيو 28، هنا بيصعبوها اكتر 19 بسبب البروتين و9 بسبب الدوننز ايكوليبريم. الجلوبولينز في عندنا ثلاث اسئله بانواعه الثلاث، الجاما جلوبولينز ده الاميونو جلوبولينز انتي بوديز صح، البيتا جلوبولينز فيها سؤالين، كلوتينج فاكتور صح، ترانسفير اللي بيشيل الحديد صح، الالفا انجيوتنسينوجين. طب البرو الفايبرينجين وظيفتين، من اسمه هو بيصنع الخيوط شبكة الجلط، فايبرين بروتين الخيطي هو اللي بيولده
جينيسيس اوف فايبرين، عشان كده يسموه فايبرينوجين، يبقى بلاك كواجليشن. من رقمه اكبر بلازما بروتين، يبقى مروره صعب، يبقى هو المسؤول عن بلازما فيسكوستي. بلاد فيسكوستي غلط تختار ار بي سيز، بلازما فيسكوستي تختار فايبرينوجين. قلت الحصه هنا المحاضره كطلقات رصاص. البروثرومب من اسمه بلاك كواجليشن. بعد كده الاذر فانكشنز ايه؟ ادزوربشن اند كونزرفيشن، بغرض ان انت ما ينزلش في البول لو حاجه صغيره زي الهرمونز والمينرالز، بغرض ان يبقى ميسبل ووتر زي اللايبوبروتين. الليبيد قلنا موجوده از لايبوبروتين نوت فري ليبيد، تبقى غلط في الام اس كيو. بي بافر 15% وفيها جواها اسئله، موجود في ايه الصوره اللي موجود فيها البلازما بروتين؟ دي الصوره الصح، بروتينيك اسيد وسوديوم بروتينيت. طب لو حطيتها في الكتريكال فيلد في الالكتروفريسيس تتجه الانود. سؤال تاني، طب ليه هي في شكل بروتينيك اسيد؟ لان كل البلازما بروتين امفوتريك متردده وهي في وسط قاعدي، فبيهيف از اسيدز. ثلاثه سي كابيلاري بيرميابيلتي، ودي اهم وظيفه. اربعه دي دايت ريزرفوار. ده كان البلازما بروتينز. نيجي بقى ندخل للار بي سي يا اولاد، زي ما بقول بالاضافه لكونها مراجعه ام اس كيو، فانت لما تسمعها تلاقي روحك متين قوي في البلاد في كله، عشان كده حتى بعد ما تخلص امتحان اسمع المراجعه دي اكتر من مره. ار بي سيز اريثروسايتس، ههتم بالحاجات اللي هي مهمه في الام اس كيو، وانا مديها لك باللون الاصفر. ان الار بي سيز شكلها باي كونكيف، مقعره من الجانبين. ليه؟ لان قلت ده بيديك ايه في الام اس كيو؟ يديك اللارجست اريا مع اقل فوليوم، يبقى يسموها ذا لارجست اريا تو فوليوم ريشيو. اريا كبيره اهي نفس الاريا، حتى لو كان باي كونكيف باي كونفكس اسف، كانت هتبقى نفس الاريا بس كان حجمها هيبقى كبير. فدي مدياك نفس الاريا باقل حجم. هات هنا في سؤالين هتسالني، ايه اهميه ان الاريا تبقى كبيره؟ ان ده بيكتر الديفيوجن اوف جاسز، لان قلنا الديفيوجن بيتناسب مع الاريا. طب تقول لي ايه اهميه ان الحجم يبقى صغير؟ عشان تقدر تحط 5 مليون 5 مليون في كل كيوبيك مليمتر، اكتر عدد في فقره كيف تربح المليون من الخلايا في جسمك هو الار بي سي. ادي الاجابه، 75% من عدد ما بقولش حجم خلايا جسمك ار بي سي بسبب حكايه البايكونكيف دي. طب تاني حاجه انها بلاستيك، قلت ايه اهميه انها تبقى بلاستيك؟ خد بالك نوت إلاستيك، يعني المسطرة ما أقدرش أشدها، إنما بلاستيك يعني ممكن أعملها كده قابلة للانثناء، عشان الار بي سيز وهي ماشية في الكابيلاري بتبقى أكبر شوية من الكابيلاري، تبقى تنساني ما تتكسرش. طب وليه ربنا خلق الار بي سيز أكبر من الكابيلاري بحيث إنها تمشي بصعوبة؟ عشان ندي تايم فور اكستشينج. كان ممكن ربنا يعملها أصغر، ربنا اللي خلق كل حاجة، خلاها أكبر عشان خاطر تمشي بصعوبة، فده يدي وقت للاكستشينج أوف جاس، وعشان ما تتكسرش خلاها بلاستيك. شوف العظمة، شوف الروعة. بلاستيك نوت إلاستيك، إلاستيك غلط في الام اس كيو، عبط بوش. طيب حجم الار بي سيز، شوف مش ههتم ببقية الأرقام إنها 7 مايكرون وهنا 2.5، ده ملوش قيمة خالص، إنما حجمها 90 مايكرون. ليه هتقول لي؟ لأن إحنا بنقسم الأنيميا حسب حجم الار بي سيز، هل مايكرو ولا ماكرو كبيرة ولا نورمو حسب الحجم، يبقى ده رقم مهم 90 مايكرون. عدد الار بي سيز الرقم الاهم، ده في ناس حافظاه في حدود 5 مليون. لو انت ميل 5 ل 6 اعلى شويه من 5، انت في ميل اقل شويه من 5 4 ل 5 مليون، فين التمييز؟ ترقى فيه قوي لكل كيوبيك مليمتر. طيب في الانفانت عنده مور ار بي سيز، ليه؟ لان احنا الحديد اللي بيعمل الار بي سيز جاي من مصدرين، الريسايكلينج والاكل. طب الانفانت اللبن الاكل بتاعه ما فيهوش حديد، يبقى معتمد على ريسايكلينج، يبقى لازم يبتدي بعدد كبير. فهمت ليه؟ ليه الانفانت عنده اكتر؟ طيب الاولد ايج طبعا المصانع بتقدم مع الاولد ايج، يبقى عنده لسه سايت فورميشن. سؤال ام اس كيو، وانت فيتس بتبقى لسه العظم ما بيتكونش في الفيتس في الاول، فبيتعمل ما فيش عظم، فبيتعمل في الليفر والسبلين. يوم تولد تعمل في كل العظم all bones، لما تصبح adult مش محتاج all bones لان النمو توقف. انت وانت بتنمو محتاج كل المصانع all bones، اول ما تولد كل البونز تعمل، لما يثبت نموك يبقى مش محتاج كل المصانع. تعملها فين بقى؟ نيجي للعبط،
مش في اللونج بونز، في الفلات بونز اللي يسموها ميمبرانس بونز، اللي هما مين؟ سكال، ستيرنم اللي هو العظم بتاع الدماغ السكال، وبتاع الجزع ستيرنم وريبز وفيرتبري. ليه مش في اللونج بونز بتوع الليمس؟ فهمتها لكم، لان الانسان يمكن ان يفقد ليمس، ممكن راح ايده تقطع، مش ايده تتقطع وكمان يجي له انيميا يبقى موته خراب ديار، لكن مش ممكن واحد يفقد دماغه او جزعه ويبقى اربع اطراف ماشيه في الشارع. يا اولاد يا اولاد، شرحي مختلف لسبب واحد، مش يعزى للعبد الله، يعزى لله لانه وراء الخلق خالق. هي ده كل واحده بنقولها تخلينا استغرب ان يوجد في العالم ملحدون. ازاي ناس ما بتفكر بقى في طبيعه بتفكر كده انها في الفلات بونز السكال وجزع اللي هو ستيرنم وريبز وفيرتبري، لان لا يمكن واحد يفقد دماغه او يفقد الجزع، لكن ممكن يفقد الليمس. فيبقى نعمل في الامن، يبقى في قوه عاقله وراء الخلق نسميها الله. ده سؤال مش كيو بس تعرفوا بجمال بجماله، فلات بونز ميمبرانس بونز، انما مش لونج بونز، مش كارتلاجينس بونز بتوع الليمس، دي غلط في الام اس كيو. اللايف سبان 120 دايز، طبعا مش بالظبط بلس اور ماينس 7 دايز، مش كلنا عمرنا ثابت حتى كبني ادمين، انما في حدود 120 يوم 4 شهور. طيب الفيت كسر موصلي في السبلين عشان الكابيلا بتاعتها اضيق. انا بقى ده ام اس كيو. طبعا الحديد والامينو اسيد بتاع الجلوبين ما هو بيتكسر لهيموجلوبين، هاخد الحديد والامينو اسيد اعمل نيو ار بي سيز. طب فين النفايه؟ اسمها بيلي روبين، ومن اسمها بيلي يعني ذهب، البيلي روبين الذهبي تنزل في الاسطول، معظمها في الاسطول، وده سؤال ام اس كيو. طب لونها اصفر لما تتركز تبقى بني، ده في سؤال بقى داخل السؤال، هي دي المسؤوله عن اللون البني بتاع البراز. يبقى اللون البني بتاع البراز سببه نفايات الار بي سيز اللي ما امكنش لم يمكن الانتفاع بها، هي بني. واديك دليل يقرفك، لو حصل لك اسهال وما لحقتش تركزها تلاقي الاسطول نازل اصفر، صح؟ لو بتنزل اسهال رهيب ما بتتركز اللون تبقى اصفر. بيلي روبن روبن يعني ذهب، البايل الذهبي ده معنى الكلمه، البايل الذهبي، روبن معناها ذهب. طيب مكونات الار بي سيز، طبعا اهم حاجه عندنا فيه الهيموجلوبين 34%. طب مين الايون اللي جوه كاي خليه كلهم بحرف البي؟ بوتاسيوم، فاكر؟ طيب ده اللوحه الثالثه، اللوحه الرابعه، الهيموجلوبين قلنا يا اولاد 34% من الار بي سي. سؤال ام اس كيو، كميته قد ايه في الميل؟ بنقول الميل اكتر من 15 ل 16 جرام بيرسنت. طبعا ممكن بدل بيرسنت يجيب لي دي ال، يعني دي سي لتر ومعناها بيرسنت، عشر لتر، دي سي لتر يعني عشر لتر، ما هو الدي سي متر عشر متر، الدي سي لتر عشر لتر، عشر لتر يبقى 100 سنتي. في الفيميل اقل 13 14 جرام. يبقى اهم حاجه التمييز، جرام، مفيش حاجه بالجرام غير البلازما بروتين والهيموجلوبين وبرسنت. في الفيتس قلنا عشان بيعتمد على الريسايكلينج عنده اكتر 19 جرام. الفانكشنز مش مهم قوي ما بتجيش، بيكاري الاكسجين والكربون دايكسايد وبيشتغل كبلاب بافر لانه بروتين، واحنا قلنا كل البروتينات بتشتغل كبافر. 85% 6 مرات قوه البلاب بافر بتاعه البلازما بروتين، يعني البلازما بروتين 15%، الهيموجلوبين اللي هو بروتين 85%. سؤال ام اس كيو 6 تايم ذات اوف بلازما في الام اس كيو. طب انواع الهيموجلوبين، في هيموجلوبين A بتاع الادلت وهيموجلوبين B بتاع الفيتس. في سؤال ام اس كيو هنا، طب هل انت يوم ما بتتولد بيتحول من الهيموجلوبين بتاع الجنين الفيتس الى الهيموجلوبين بتاع الادلت؟ لا، بعد 4 شهور في الميتوكوندريا. ده سؤال ام اس كيو، يعني لو انت ادلت ولا اول ما تتولد، بعد 4 مانث في الميتوكوندريا. ايه الفرق بينهم؟ ان كل هيموجلوبين عباره عن 4 بيبتايد تشينز، خلاص؟ كل بيبتايد تشين عباره عن ايه؟ عباره عن حبل من امينو اسيدز وقرص حديد. طب سؤال ام اس كيو، طب كلمه هيموجلوبين اصلها ايه؟ هيم يعني حديد، وجلوبين يعني بروتين، الاربعه بيبتايد تشينز مع بعض يسموهم جلوبين.
يبقى الجلوبين يساوي 4 peptide chains. طب الهيموجلوبين كام يونت في الام اس كيو؟ 4 يونتس. كل يونت عباره عن ايه؟ بيبتايد تشين واير. طيب في الادلت عنده 2 الفا و2 بيتا، في الفيتس عنده 2 الفا و2 جاما. يبقى الاختلاف فين؟ ان حضرتك بيتا والفيتس جاما. ليه ربنا عمل هذا الاختلاف مفهوم؟ الفيتس ما بيتنفسش بالرئه وهو جوه بطن امه، فلازم الهيموجلوبين بتاع امه يديله الاوكسجين. فالادلت هيموجلوبين اللي هو الام بيدي الفيتا الهيموجلوبين الاوكسجين، يبقى لازم الادلت هيموجلوبين يبقى عنده ديكريزد افينيتي تو اوكسجين، يعني يسيب الاوكسجين للبيبي، والجاما بتاعه الفيتاس عندها انكريزد افينيتي في الاوكسجين. شوف الروعه، ليه اختلفوا؟ يعني ليه الهيموجلوبين اختلف؟ لان جوه الفيتاس ما بيتاخدش اوكسجين هو من الرئه، بياخد من امه، فلازم يبقى فيه هيموجلوبين مستعد يدي، عنده ديكريزد افينيتي، مستعد يسيب ده الام ادلت هيموجلوبين اللي هو البيتا بيبتايدز، وهيموجلوبين مستعد ياخد اللي هو بتاع الفيتاس الجاما بيبتايد. ده سؤال مهم جدا. في حاجات غلسه بس ما بيجيبوهاش، ما اعرفش بقى، ساعات في ناس تحب تغلس. فيه هيموجلوبين A2 2-4%، خلاص ده بيبقى 2 دلتا و2 بيتا، تبقى عارف كلام. الرياكشن او الكيميكال رياكشنز، اقول اسئله في الام اس كيو. الريديوز هيموجلوبين في فيرس الحديد ثنائي، طب بعد ما يتحد بالاوكسجين يبقى اوكسي هيموجلوبين برضه فيرس. ادي سؤال، ليه؟ لانها عمليه اوكسجينيشن اند نوت اوكسيديشن، يعني مش اكسده، عمليه تهويه. ليه ما هياش اكسده؟ ليه الهيموجلوبين بيمسك الاوكسجين بضعف؟ قلتها ولا ليه الهيموجلوبين عند رئه بيمسكه بضعف ما بيتاكسدش بالاكسجين؟ لانه بعد ثانيه هيسيبه للانسجه، يبقى ليه يمسكها بقوه؟ ليه تبقى اوكسيديشن اوكسجينيشن؟ فده سؤال في الام اس كيو. يبقى ريديوز والاوكسي ما زال فيرس. طب سؤال تاني داخل سؤال. ايه الحاجات اللي تخلي الهيموجلوبين يسيب مور اوكسجين للانسجه لما نسيجي بقى اكتف؟ طب في اربع دلالات، شوف ربنا عامل كل حاجه لها فكره. اما انا ببقى اكتف بطلع كربون دايكسايد، بطلع هيدروجين اين، بستخدم اوكسجين، مش كده؟ يبقى زياده الكربون دايكسايد زياده الاسيدز الهيدروجين اين، بسخن زياده التمبريتشر، بكسر الجلوكوز، بينتج من تكسير الجلوكوز ماده اسمها داي فوسفوجليسرين. فربنا خلى الاربع حاجات دول اللي يدلوا على الاكتيفيتي. انا لما ببقى اكتف بطلع سي او 2، بطلع اسيد، يبقى الهيدروجين اين بيزيد، زياده السي او 2، زياده الهيدروجين اين، زياده التمبريتشر، بسخن، الجلوكوز بيتكسر دي بي جي. ربنا خلى الاربعه دول يمسكوا في الهيموجلوبين يخليه يسيب مور اوكسجين للانسجه المور اكتف. يبقى ده ام اس كيو. ايه الحاجات اللي بتقلل الافينيتي تو اوكسجين؟ اهي نشوف الحاجات اللي بتقلل الافينيتي تو اوكسجين بتاع الهيموجلوبين، اللي هم الحاجات اللي بيحصلوا لما تبقى انت مور اكتف. بتطلع سي او 2، بتطلع اسيدز هيدروجين اين، بتزيد التمبتشر، بتكسر جلوكوز وينتج دي بي جي. اسئله صعبه جدا بس ادي الاجابه. امال لو الحديد بيحتوي فرك، ده ما اسموش اوكسي او ريدوز، ده اسمه ميت هيموجلوبين. ميت يعني بعيد، بعيد عن كونه. ليه سموه ميت؟ لان قلت ما بيشيلش اوكسجين ولونه ازرق الميت هيموجلوبين. طب ايه اللي بيحول الهيموجلوبين في جسم حضرتك لميت هيموجلوبين؟ اوكسيدايزنج ايجنتس. عشان كده الناس كلها مهتمه في الدنيا تاخد انتي اوكسيدانتس. طب هل ربنا هيسيبنا الدنيا مليانه اوكسيدايزنج ايجنت بيحول الفرس لفرك، بيبوظ الهيموجلوبين، بيحوله الهيموجلوبين ما بيشيلش اوكسجين ولونه ازرق؟ زي ما بقولها كنت رقاصه ما بترقص، يبقى هيموجلوبين ازاي؟ عشان كده سموه ميت هيموجلوبين. مفيش من الهيموجلوبين فيه غير اسمه، لكن مش ما بيشيلش اوكسجين. فربنا سبحان الله، اذا كان تحول الهيموجلوبين لميت هيموجلوبين باوكسيدايزنج، يبقى ارجعوا بايه بقى؟ فكر معايا، بريديوسنج. عشان كده اهم حاجه في اسم الانزيم ريدكتيز انزيم، اللي بيرجعوا اسمه ريدكتيز. طب طول لي اسمه شويه، هو بيريديوس مين؟ الميت هيموجلوبين. يبقى تعالى نسميه ميت هيموجلوبين ريدكتيز. طب بمساعده هيدروجين اين، مين هيديله الهيدروجين اين؟ الناد اتش. فعشان كده اسمه الطويل ناد اتش ميت هيموجلوبين
ريدكتيز. فين الكلمة المهمة؟ ريدكتيز، لأن تحول هيموجلوبين الميت هيموجلوبين بالأكسيدايزنج يبقى ارجعوا إلى هيموجلوبين بالريدكتيز. طب لو بيبي عنده الإنزيم ده ناقص، مش موجود، مش موجود يموت، يبقى هيتكوم عنده الميت هيموجلوبين، نسبته هتزيد في جسمه، يبقى عنده مرض اسمه ميت هيموجلوبينيميا. لونه إيه البيبي في الـ MCQ؟ أزرق. إيه عيب المرض ده؟ كان نوت كاري أوكشن. الميت هيموجلوبين، هيموجلوبين ما بيشيلش أوكشن، رقاصة ما بترقص. ثالث سؤال في الـ MCQ، ايه الفرق بين الكربون دايوكسيد الحلو والكربون مونوكسيد الوحش اللي هو اكتر غاز بيتسبب في الوفيات في العالم؟ قلت في فقره المعلومات العامه، تعال اقول لك. ده سؤال MCQ، ان الكربون دايوكسيد لا يزاحم الاكسجين، الاكسجين بيتشال على الحديد اهي، انما الكربون دايوكسيد بيتشال على الحبل اللي هو البيبتايد تشين الامينو اس، حتى عشان كده يسموه، شايف الليزر، كارباماينو كومباوند، ده الكربون دايوكسيد. انما الكربون مونوكسيد او اكسيد الكربون ليه زفت؟ لانه بيزاحم الاكسجين، بيتشال على الحديد، فهو يتشال ويخلي الحديد يسيب الاكسجين، عشان كده يسموه ايه بقى؟ كاربو اوكسي هيموجلوبين. افهم، يبقى لمزاحمته للاكسجين عند الحديد سموا المركب كاربو اوكسي، انما التاني ما بيزاحموش، بيروح للامينو اسيد، ده في حته وده في حته، كارباماين. لان احنا قلنا الهيموجلوبين احنا مش اطفال، ما بيشيلش اكسجين بس، بيشيل اكسجين وكربون دايوكسيد، وبعدين بيشتغل كبفر، قلنا 6 مرات البفرنج باور اوف بلازما بروتينز، لانه برضو الهيموجلوبين موجود في وسط الكالاين، يبقى موجود كهيموجلوبينيميك اسيد، خلاص انفوتيريك، اي بروتين انفوتيريك موجود في وسط الكالاين يبقى يشتغل كحمض، يسموه هيموجلوبينيميك اسيد. بس افهم بقى، من هي البيز المتاحة داخل الخلايا، داخل RBCs؟ بوتاسيوم. يبقى جزء من الهيموجلوبينيميك أسيد هيتشال كبوتاسيوم هيموجلوبينيت. ده الصورة الكيميائية للهيموجلوبين في RBCs لما يسألها لك حتى في الشفوي. هو بروتين موجود في جسم الكالاين، جسمنا الكالاين، يبقى بيهيف أز أسيد، هيموجلوبينيميك أسيد. مين البيز اللي جنبه اللي جوه الخلايا؟ البوتاسيوم. يبقى جزء من الهيموجلوبينيميك أسيد يتحد مع البوتاسيوم يبقى بوتاسيوم هيموجلوبينيت. تبقى فاهم؟ سؤال بعد كده في الام اس كيو، الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا، ايه الفرق بينهم؟ واحده نقص كمي واحده نقص كيفي. الثلاسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط، ثلاث يعني بحر، هنا بيبقى الهيموجلوبين نورمال، اللي عندك هيموجلوبين ايه بس كميته قليله، بسبب ايه بقى؟ ده بجمله ما تنساش، الناس دي اللي حوالين البحر الابيض المتوسط شمال افريقيا وجنوب اوروبا عندهم ديفكت في الجين اللي بيعمل الجلوبين، حتى حلوه الاثنين بحرف الجي، الجين بتاع الجلوبين، الجين بتاع الجلوبين، فبيعمل نورمال هيموجلوبين، ادلت هيموجلوبين بس كميه اقل، لو اقل حاجه بسيطه يسموها ثلاسيميا ماينور، مش خطيره ولا تدرى بيها، لو قلل جدا تبقى مصيبه، ثلاسيميا ميجور. ده اللي هو الثلاسيميا، ديفكت في الجين بتاع الجلوبين. تاني مرض في الهيموجلوبين اسمه سيكل سيل انيميا، لا هنا بقى مش نقص كمي، نقص كيفي، عندي هيموجلوبين ابنورمال اسمه هيموجلوبين اس، من كلمه سيكل، سيكل يعني منجل، بيترسب في الار بي سيز وتاخد الشكل المنجلي فقط لو عرضتها لنقص اوكسجين. يعني اللي عنده سيكل سيل انيميا في الام اس كيو اندر دي مايكروسكوب الار بي سيز زي الفل نورمال، هما ليه سموها سيكل سيل؟ لان هذا الهيموجلوبين لما بيتعرض لنقص اوكسجين بيترسب جوه الار بي سيز ويخليها تاخد الشكل المنجلي، يبقى ده خلل في الكيف مش في الكم، في الكواليتي، انما الثلاسيميا خلل في الكوانتيتي. اللوحه الخامسه، نيجي الاريثروسايت. الاريثروسايتس بقول يا اولاد كل خلايا الدم بتعلن عن وحدانية الله، لأنها بتبتدي من خلية واحدة تدي أي خلية في خلايا الدم، فاسمها مالتي بوتنت يعني متعددة المقدرات، أن كوميتد يعني غير ملتزمة، كوميتمنت يعني التزام، يبقى متعددة المقدرات لأنها بتدي أي خلية من خلايا الدم، أن كوميتد غير ملتزمة، ستيم سيل هي خلايا جذعية، لو حطيت عليها هرمون الإريثروبيتين تديك أر بي سيز إريثروسايتس، يبقى الإريثروبيتين حتى اسمه اريثروبيتين يعني انه مهم لعمل الاريثروسايتس. طيب
نيجي بقى الفاكتورز افكتنج اريثروبويزيس. خد بالك انا ما براجعش نظري، النظري يختلف، هنعملها بس بطريقه مختلفه، براجع ام اس كيو. قلت وظيفه اي عضو تتحدد اي عضو يتحدد اساسا بوظيفته. وظيفه الار بي سي اساسا تشيل اوكسجين، يبقى اكتر حاجه تكتر الار بي سي هي الهايبوكسيا، نقص الاوكسجين كما في الهاي التيتيود. خلاص، عن طريق هرمون اسمه اريثروبوتين. ده سؤال ام اس كيو، تعرف لي عنه اربع نقاط. تركيبه من اسمه اريثروبوتين اخره اي ان، يبقى بروتين، هو جلايكوبروتين. تاني سؤال وهو الاهم، فورمت فين؟ وانت جنين في الفيتس بيتعمل في الليفر. طب وانت ادلت يتعمل في الكيدني ثم الكيدني ثم الكيدني 85% والباقي في الليفر. وفين التطبيق الاكلينيكي؟ يبقى لو انا عندي رينال فيلير، تعرف كل عيانين الفشل الكلوي في بلادنا بيعانوا من انيميا، تبقى فاهم ليه؟ عشان هو اللي بيعمل الاريثروبوتين، وعشان كده لازم نديهم الاريثروبوتين طول الحياه. دي من وظائف الكليه اللي هي النعم، الكليه اللي الناس مش واخده بالها منها. فشل كلوي يساوي انيميا حاده الا زدت العيان الاريثروبوتين. النقطه الثالثه، الميكانيزم بيعمل ايه؟ بيحول الاريثروبوتين سنسيتيف برو اريثروبلاست الى ماتيور اريثروسايتس. ساعد، ما هو الاريثروبوتين يجي يشتغل، هي سنسيتيف، البرو اريثروسايتس سنسيتيف للاريثروبوتين، يحولها لماتيور اريثروسايتس. طب رابع نقطه، الاستيمولاي اللي بتطلع الاريثروبوتين، هايبوكسيا ثم هايبوكسيا ثم هايبوكسيا. زي فين اشهر مثال؟ في الهاي التيتيود او الانيميا. وفي حاجات تانية نسميها كلام شحاتين غالبا ما بيجيش، في حاجات تانية ممكن تزود الاريثروبوتين ساعات بيجيبوها في الام اس كيو. انا بسهلها لك، اي بي سي، ايه ثلاث حاجات بحرف الايه؟ الاندروجين، الهرمون الذكري، وده بيفسر لك ليه الميل عنده ار بي سيز اكتر، لان الاندروجين بيزود الاريثروبوتين، الهرمون الذكري. ادينوزين اللي جاي من الادينوزين ترايفوسفيت والكالوزيس، وشرحتهم لو رجعت المحاضرات بس ما عنديش وقت، لان ده ام اس كيو، تعرف ليه كل واحده من دي بتزود الاريثروبوتين. بي بيتا ادرينرجيك ستيمولانتس، اظن دي عارفينها لسه واخدينها في محاضرات الاوتونومي. قلنا البي بي بيتا انهبي بي بيتري ما عدا على، فاكر، ثلاثه، هارت، علي صوتك في اللي بعديها، هرمونز. البيتا ريسبتور ستيمولانتس بيزودوا الهرمونز، والاريثروبوتين هرمون، يبقى لازم يزيد بالبيتا ادرينرجيك ستيمولانتس. وسي كوبالت ده مهم جدا. طيب تاني عامل قلنا بيتعمل فين؟ في البوم مارو. انهي بون مارو عندك كادلت؟ هقول السؤال تاني، في الفلاب بونز، ممبرنس بونز، اللي هم الراس والجزع، السكال والفيرتبري والاسترنم والريبس. لو باظ يدي حاجه اسمها ابلاستيك، ودي كلمه مشقين، بلاستيك عن تخليق، ابلاستيك لا تخليق. اذا ذكر البون لازم يذكر مورد المواد الخام اللي هو الليفر. الليفر قلت بيصنع شيئين ويخزن شيئين، بيصنع الجلوبين والاريثروبيوتين، الجلوبين بتاع الهيموجلوبين والاريثروبيوتين. حتى قلنا الاريثروبيوتين بيصنعه بالكامل وانت جنين و15% وانت ادلت، وبيستور اهم حاجتين لعمل الار بي سيز، البي 12 والفوليك اسيدز. عاوز تعرف بيبقى ستور ده برضه في الليفر والاير والحديد، وعشان كده لونه احمر الكبد. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الاريثروبوتين في، طب هل ده الهرمون الاريثروبوتين سبيسيفيك فور اريثروبويزيس؟ يعني ايه؟ يعني هيجيب لك سؤال في الام اس كيو بيزود كرات الدم الحمراء والبيضاء والبليتتس؟ لا، الحمراء بس، بدليل ان اسمه اريثرو. اريثرو يعني احمر في اللغه، اريثرو معناها احمر، اريثيما لما الجلد بتاعك يحمر يبقى نقول عندك اريثيما. هو اسمه اريثروبوتين يعني بتاع الاحمر بس. لو اخترت الاريثروبوتين بيزود حاجه غير كرات الدم الحمراء، مش هيبقى الهرمون هو اللي احمر، مش هقولها حضرتك فهمتها، هيبقى مش الهرمون اللي احمر، في احمر من هرمون بس، مش هقولها اكتر من كده يا اولاد. في نون سبيسيفيك هرمونز زي قلنا الثيروكسين، زي الاندروجين، هرمون الغده الدرقيه والاندروجين بيزود الاريثروبوتين. الدايت، ايه حاجات في الدايت مهمه لعمل كرات الدم الحمراء؟ انت ايه اهم مكون 34% من الار بي سيز؟ ايه؟ هيموجلوبين. قسمها، هيم يعني حديد، يبقى لازم حضرتك تاكل حديد في الفيروس فور، هتفهم بعد شويه ليه فيروس.
جلوبين يعني بروتين، يبقى لازم تاكل بروتين وهاي بيولوجيكال فاليو. يبقى هيموجلوبين ادي 2، وبعدين شويه فيتامينز ومينرال. الناس عارفاها يا اخي، الناس اللي مش عيانه بتدخل الصيدليه تقول اديني شويه معادن وفيتامينات عشان يبقى عندي نضاره كده، وشي احمر كده وصحتي حلو. يبقى 100% الناس بتقول ان الفيتامينز والمينرالز مهم. الناس لما بتلاقي لونك اصفر ما بتقولكش ما عندكش اريثروبوتين، ما عندكش ليفر، بتقول لك طب تاكلش، تقولش اصفر ليه ما بتاكلش. يبقى الناس فاهمه ان الدايت مهم للايه، لعمل ار بي سيز. قسمناهم 4، حب النظام قوي. هيموجلوبين، هيم محتاج ايرن في الفيروس فورم، جلوبين محتاج بروتين ذو قيمه غذائيه عاليه، الفيتامين بي 12 وفوليك اسيد، والمينرالز كوبر وكوبالت. ده الاريثروبويس. لما في النظر بقى هنقعد ندقق نقول بقى 5 عوامل وتقولهم ازاي 2 2 1، قصه تانية، بس نفس الكلام. نيجي نبتدي بال البي 12 والفوليك اسيد، وبعدين نقول الحديد، وبعدين نقول انيميا، ويخلص سيشن 1 باذن الله. قلت ان البي 12 والفوليك اسيد مهمين لعمل الدي ان ايه، خلاص، لانه الدي ان ايه في بلوك معين، في تركيبه معينه اسمها الثايميدين ترايفوسفيت، مهمه جدا في الدي ان ايه، محتاجه بي 12 وفوليك اسيد. وقلت ان مفيش اي دي فيجن في جسمك من غير دي ان ايه وحفظتها الاجيال. اي دي فيجن يحتاج دي ان ايه، الدي فيجن يحتاج دي ان ايه، والدي ان ايه يحتاج لتو فيتامينز بي 12 وفوليك اسيد. مفيش بي 12 وفوليك اسيد، مفيش دي ان ايه، مفيش دي فيجن. الخليه الكبيره في البون الاماتيور ايزوسايتس هتقعد زي ما هي كبيره، مش هتنقسم، هتنزل الدم كبيره بس تفقد النيوكليس، فيسموها ميجالو بلاست. يعني هنا في البون ماريس، في البون مارو اسمها ميجالو بلاست، الخلايا المخلقه الكبيره. لما تفقد النيوكليس وتنزل هنا يسموها ميجالو سايت. يبقى الخلايا المخلقه في البون اهي رسم لك ستيرنوم اسمها ميجالو بلاست، ما انقسمتش هتنزل كخليه كبيره يسموها ميجالو سايت، خلاص. طب هنا بيسموا الانيميا ميجالو بلاستيك انيميا، ما بيسموهاش ميجالو سيتيك، مع ان اللي في الدم ميجالو سيتيك مش ميجالو بلاستيك. قلت حتى دي الاجابه بارجع لمحاضراتي، لان بتتشخص ازاي الميجالو بلاستيك انيميا؟ ما بناخد العينه من البون مارو، ما بناخدهاش من البلاد، فبنشوف الميجالو بلاست، عشان كده سموها ميجالو بلاستيك انيميا، الانيميا اللي فيها الخلايا كبيره، او بنسميها ماكروسيتيك لانها كبيره، الخليه كبيره لكن فيها كميه هيموجلوبين مواكبه لحجمها، يبقى نورموكروميك. لطالب ذكي الخليه ما انقسمتش يبقى عددهم يبقى قليل، ليس نمبر، ما هم انقسموش، الواحده كان المفروض تدي كذا واحده، ما انقسمتش، ليس نمبر. ولكونها كبيره يبقى هتنثني اكتر في الكابيلري، يبقى تتكسر اسرع، يبقى ليس لايف سبان. ده ام اس كيو، يبقى بقول عمرها قصير وعددها قليل، اوعى تنسى. وفهمتهم لك ليه؟ طيب تعالى بقى ناخد ايه اسباب نقص البي 12 وايه اسباب نقص الفوليك اسيد. احكي لك قصه البي 12 عشان تعرف اسباب نقصه. البي 12 بيتاخد من بره، عشان كده سموه اكسترينسيك فاكتور، ومهم للماتوريشن والار بي سيز فسموه ماتوريشن فاكتور، وبيحتوي الكوبالامين فسموه سيانو كوبالامين. ده اسماء الاربعه، بي 12 اكسترينسيك ماتوريشن فاكتور سيانو كوبالامين، يبقى بناخده من بره، اذا فهو اكسترينسيك فاكتور. عشان الاتش سي ال ما يبوظوش للزملاء، دي مش ليك انتوا، دي للزملاء، السليفري جلاند بتطلع حاجه اسمها ترانس كوبالامين 1، يشيل السيانو كوبالامين. ترانس يعني ينقله، ترانس كوبالامين 1 او يسموه ار فاكتور او ار بروتين، ده بيطلع من السليفري جلاندز وبيمنع ان الحمض اللي في المعده يبوظ البي 12، بس ده ما بينقص فمش مهم في حالات النقص. بس يبقى فاهم، السلايفا بتطلع ترانس كوبالامين، ده بروتين 1 بيمسك البي 12 عشان ما يتكسرش بالحمض.
يبقى ده اول خطوه بناخده اكسترنسك فاكتور، وعشان ما يتكسرش بالحمض بيتشال على بروتين اسمه ترانس كوبالامين 1 بيطلع من السلايفا ده للزملاء مش ليكم. طيب عشان الاكسترنسك فاكتور ده يمتص، بقى قلنا عشان ما يتكسرش بالاتش سي ال محتاج ترانس كوبالامين 1، عشان يمتص محتاج من جوه الجسم انترنسك فاكتور، يعني الاكسترنسك اللي بره محتاج من جوه انترنسك فاكتور. تعرف لي عنه كلمتين في الام اس كيو. بيطلع من المعده من الجاستريك ميوكوزا على وجه التحديد البارايتال سيل الخلايا الجداريه، وتركيبه جلايكوبروتين، حتى الاثنين بحرف جي، من الجاستريك ميوكوزا وتركيبه جلايكوبروتين. طيب بيعمل ايه؟ الانترنسك اللي جوه بيمسك الاكسترنسك اللي جاي من بره ويمسكه، حتى حلو بالعربي، يمسكه ويمسكه، binds and links it لريسبتور معين في اللور إليم. يبقى امتصاصه منين بقى؟ اخر اخر حته في السمول انتستين، على عكس الحديد، الحديد من اول حته هيبقى في الديودينم، انما ده من اخر اخر حته لان هقارنه لور إليم. طب دلوقتي البي 12 ماسك في بروتينين، في بروتينات، مش هينفع حاجة كبيرة انها امتصها بسهولة، فلازم نكسر حتة من البروتين، عشان كده احتاجنا بانكرياتيك تريبسين. يبقى الامتصاص من لور إليم سؤال ام اس كيو، ويحتاج بانكرياتيك تريبسين. فهمت ليه؟ لانه ماسك في بروتينات، لازم اصغرها شوية عشان اعرف ادخله، ثم يبقى ستورد في الليفر. ادي قصة البي 12. يبقى خدناه من بره اكسترنسك، يحتاج من جوه انترنسك عشان يمتص من اللور إليم نمرة 3 ستورد في الليفر. يبقى قول لي اسباب نقص البي 12. واحد يقول لي خلاص ما انت قلتها بطريقتك بشرحك بنظامك قلتهم، يبقى ما فيش اكسترنسك فاكتور. خد بالك بقى، البي 12 طعام الاغنياء، موجود في اللحوم اساسا، اللحوم والطيور، اوف انيمال اورجين، اهو طعام الاغنياء. ومع ذلك قلت الجمله الرائعه، لن يعوز الفقراء. ليه؟ لانه انت محتاج في اليوم 5 مايكروغرام، المختزن في الكبد 5 ملي جرام، 1000 مره قد اللي محتاجه في اليوم. فعندنا في الجسم بي 12 يكفيك، افتح ودنك، 1000 ليله وليله. تصور، يبقى مفيش فقير بسبب ما بياكلش لحمه وطيور هينقص عنده البي 12، لانه في 3 سنين الناس في الاعياد وفي رمضان هتحسن اليه وهتوكله لحمه. امال مين اللي هينقص عنده؟ الواحد حالف 100 يمين ما ياكل لحمه، واحد ستريكتلي فيجيتيريان، نباتي نباتي، يبقى ده سبب دي، ودي حاجه ليه؟ يبقى دي اول حاجه. طيب يبقى ما واحد مش فقير، لان قلنا عندك كميه تكفيك 1000 ليله وليله، انت محتاج 5 مايكرو جرام، رقم الحسنه او 5، واللي موجود 5 ملي جرام، 1000 ليله وليله. يبقى واحد حالف على اللحمه ستريكتلي فيجيتيريان، لان ده طعام الاغنياء. تاني سبب نقص الانترنسك فاكتور، يبقى لازم المرض يبقى في المعده. اهم سبب للزملاء ما يعرفوش، اوتو اميون ديزيز، في انتي بوديز بتدستروي البارايتال سيلز اللي بتطلع الانترنسك فاكتور، وده اكتر في الفيميل في سن 35، معلكش الكلام ده، ده اهم سبب. هل في اسباب اخرى؟ اه طبعا، التهاب في الجاستريك ميوكوزا، تيومر في المعده، كل دي اسباب، بس اهم سبب اوتو اميون، حتى هنسميه برنيشس انيميا في الحاله دي. ثالث سبب ديزيزز في اللور إليم اللي بيحصل منه امتصاص، او في البنكرياس، مفيش البنكرياتيك تريبسين اللي بيشيل حته بروتين عشان نعرف نمتص. اظن رابع سبب انت عارفه، ديزيزز في الليفر. كل ده لما يجيب لك اي واحده في الاربعه دول هتدي انهي نوع من الانيميا؟ هتدي، اوعى تنسى، اوعى تنسى، هتدي الماكروسيتيك نورموكروميك اللي اسمها ميجالو بلاستيك نوت ميجالوسيتيك. فهمتك ليه؟ عشان بنشوف الميجالو بلاست في البون مارو، ما بنشوفش السايتس في البلاد. عايزين الناس متعلمه دكاتره كده نفتخر بيهم في كل حته في الدنيا، مش اي معلومات. طب نيجي الفوليك اسيد، اربع اسباب برضه، يبقى ده اربعه وده اربعه، مع شق الاستعاش في النظام هقولها لك بترتيب الاحداث. ليه ناقص الفوليك اسيد؟ مع ان الفوليك اسيد من اسمه ده طعام الفقراء، موجود اوف بلانت اوريجين في الفيجيتابل والفروتس والسيريالز، اذا عاوز تعرف موجود الفوليك اسيد، بس في عيب انه لازم يبقوا فريش لانه بيبوظ بالطهي. يبقى ديكريزد انتيك، ما تقوليش لعب ما باكلش خضار وفاكهه وسيريالز، بس بياكل في الشوارع كل حاجه مطهيه، ما بيقعدش في بيتهم كده ياكل طبق سلطه معتبر خضار كده فريش، يبقى نقص الانتيك بسبب انه كوكت. طب كل، شفت ترتيب الاحداث عشان بس مش عارف يمتص،
هنا المرض فين بقى؟ في الجيجنم، امتصاص الفوليك اسيد اساسا من الجيجنم. يعني خد بالك اللور إيليام بي 12، الجيجنم فوليك اسيد، الديودينم حديد. حلوه عشان ما تنساهاش، ثلاث حتت كل واحده بتمتص حاجه، يبقى مرض في الجيجنم. طب ثالث حاجه كال وامتص بس محتاج كتير، increase requirements ده في البريجننسي. ايش معنى البريجننسي؟ افهم يا بابا انا ما بقراش معاك. البريجننسي عباره عن عمليه ديفيجن، لان خليه هتنقسم وتعاود انقسام لحد ما تبقى بني ادم، فبتستهلك الفوليك اسيد، فالام ما بتلاقيش فوليك اسيد للار بي سيز. عشان كده ايه اهم حاجه لازم تاخدها الام في اثناء الحمل؟ حاجه واحده بس، فوليك اسيد. مفيش متابعه حمل لاي دكتور محترم في الدنيا من غير ما يدي الست فوليك اسيد. هتنتهي بمصيبتين، انيميا وسباينا بيفيدا، اللي هو يبقى الفيرتبرال كولم بتاع ظهر البيبي مشقوق وباين الاعصاب. بريجننسي تساوي تديها فوليك اسيد، بريجننسي عباره عن ديفيجن بيستهلك الفوليك اسيد، تدي فوليك اسيد. طب كلنا انتيك وامتصينا والاحتياج عادي، بس احنا بقى دخلنا حاجه بوظت الفوليك اسيد اللي هو ادويه السرطان. عارف ادويه السرطان بتشتغل ازاي؟ انتي فوليت ضد الفوليك اسيد، وبالتالي السرطان مش هينقسم. ما هو قلنا لا الديفيجن محتاج فوليك اسيد، اه دي ميزه السرطان مش هينقسم، بس كمان كروت الدم مش هتنقسم، مش كده؟ ادويه السرطان بتجيب انيميا. يبقى اوعى تنسى البي 12 والفوليك اسيد مهمين للدي ان ايه، اللي مهم للديفيجن. مفيش بي 12 وفوليك اسيد مفيش دي ان ايه مفيش ديفيجن، فالكره هتبقى اكبر حجما، وعليه ما انقسمتش يبقى العدد قليل، وكبيره يبقى هتتكسر بسهوله، يبقى ليس نمبر وليس لايف سبان، تبقى فراجايل والريجولار. هو شكلها فراجايل يعني قابله للكسر، والريجولار يعني شكلها غير منتظم. سموها قلت ميجالو بلاستيك، لان بنشوف في البون مارو ما بناخدش، فيسموها ميجالو بلاستيك انيميا، او يوصفوها فيقولوا انها ماكروسيتيك كبيره لكن فيها هيموجلوبين المواكب لحجمها، يبقى نورمو كرونيك. طيب نيجي الاهم بقى، حديد. اللي ما يعرفوش الزملاء اسمعوني وانا بتكلم، اهم سبب وورلد وايد الانيميا في العالم هو اير ديفيشنسي، مش البي 12 والفوليك اسيد، اهم سبب نقص الحديد في العالم. ديلي انتيك بناخد 20 ملي جرام. طيب الحديد بقى بنمتص اللي احنا عاوزينه بس، عشان يبقى فيه بالانس، لو امتصيت زياده مش هتعرف تتخلص منه، هيترسب في جسمك في صوره هيموزيدرين، يجيب لك مرض مميت اسمه هيموزيدروز. فنورمالي الميل محتاج 1 ملي جرام بس بير دي، يبقى من ال 20 يمتص واحد. الفيميل عشان بتفقد دم في صوره في الريبرودكتيف بيريود، في فتره الانجاب، في صوره حيض وفي بريجننسي، بتدي حاجات للبيبي، فبتحتاج ضعف الكميه 2 ملي جرام. ده سؤال ام اس كيو، يعني الميل 1 ملي جرام والفيميل 2 ملي جرام بير دي. طيب خد بالك بقى، نيجي الاير ميتابوليزم، تابعني كويس قوي، عاوزين نشوف ازاي بيمتص الحديد. ايرن ابزوربشن، كل حاجه هقولها سؤال، كل حاجه سؤال ام اس كيو. الاول معظم الحديد جاي منين؟ موست اوف هيموجلوبين جاي منين؟ جاي من ريسايكلينج اوف اولد ار بي سيز، ده المعظم، يعني مش بالاكل. يبقى بيقول لك مين اهم سورس؟ الريسايكلينج الاولد ار بي سيز، تختار الاجابه. وصام جاي من الدايت. الدايت ده نوعين، يا بلانتس اللي هي النباتات بتديك 90%، يا اللحمه الميت بتديك 10. في العظمه الالهيه، لان مش كل الناس تقدر تاكل لحمه، انما كل الناس تقدر تاكل خضار وفاكهه. يبقى 90% دي تذكرك لما تفكر ان وراء الخلق خالق، تتذكر تعرف. لكن لما تقرا كده وانت فاكر الطبيعه هي اللي خالقه، هدي انفورشنتلي في الانجليش فيرجن بتاع اللي هقوله ما اقدرش اقعد اتكلم التاملات دي، عشان هيبقى تلتين اللي بيسمعوني ملحدين، بس تصدقوا هقولها برضو، هقول وراء الخلق قوه عاقله نسميها نحن الله، هقولها واللي يحصل يحصل. انا بقول كده وشايف كده وعندي التاكيد على ذلك. وراء الخلق خالق قوه عاقله نسميها الله، ايه العظمه دي؟ موستلي جاي من الريسايكلينج وشويه من الدايت.
التأمل في الخالق يخليك تفهم بسهولة 90% من النباتات الرخيصة و 10% من الميت. We need two carrier هنا بقى. يبقى عشان نمتص حطيناه في اليومن عشان نعدي اليومن البوردر وندخل انستاينال سيل محتاج two carrier. كارير للحديد بتاع النباتات وكارير للحديد بتاع اللحم. ما انت الامتصاص في ابسط صوره يا اولاد يعني ننقل الحاجه من تجويف الامعاء للدم. وعليه الامتصاص في ابسط صوره لازم اعدي تو بوردرز، بوردر ناحيه اليومن يسموه اليومنال بوردر، وبوردر تاني ناحيه الدم يسموه بيزولاترال. حتى ليه فهمتها لكم ليه ما سموهوش بلاد بوردر؟ لان ساعات الناحيه الثانيه ما بيبقاش فيه بلاد فيسل، بيبقى فيه لينف فيسل في حاله الفات. عشان كده ده تملي ناحيه اليوم، اليوم من البوردر، انما ده يسموه بيزولاتر، ده الامتصاص. طيب قال لك ان الحديد اللي بناكله في الاكل معظمه ثلاثي ومش دايب، فمطلوب ندوبه ونخليه ثنائي. مين يدوب الحديد؟ فاكر هل هنحط حديد في ميه الميه هتدوب الحديد؟ حطيت مسمار في ميه هيدوب؟ مين يدوب الحديد؟ هيدروكلوريك اسيد بتاع المعدة HCl. طب مين يختزل من ثلاثي لثنائي من فرك لفرس؟ فيتامين سي. يبقى حتى اللي في النباتات ده عيبه رخيص بس مش قابل للامتصاص على طول، لازم فيه شويه عمليات تدوب الحديد بال HCl وتختزل الفرك لفرس بفيتامين سي بس يبقى ثنائي. طب ليه لازم يبقى ثنائي؟ افهمك، لان الحديد في رحله امتصاصه تملي متشال على بروتين كارير. عندنا خمسه كارير هجمعهم لك عشان الام سي كيو دلوقتي حالا، ادي اول واحد فيهم. ده بقى ما بيشيلش غير الثنائي، فاسمه داي فيلنت يعني ثنائي التكافؤ ميتال ترانسبورتر. فهمت ليه حولناه من فرك لفرس؟ لانه الكارير بتاع الحديد بتاع النباتات بيبقى اسمه داي فيلنت ميتال ترانسبورتر. ودي تفيدك في حاجه تاني، هو ده بيشيل كمان الكالسيوم لان الكالسيوم ثنائي التكافؤ. وعشان كده في كومبيتيشن في الام اس كيو ما بين الحديد والكالسيوم. يعني لو عندك نقص حديد ما تاخدش معاه ديري برودكتس نواتج اللبن اللي كلها كالسيوم، لان هيحصل كومبيتيشن خدناها في الانترودكشن. طيب بتاع اللحمه عنده كارير تاني خاص بيه اسمه هيم كارير بروتين، البروتين اللي بيكاري الهيم يعني الحديد، هيم كارير بروتين. تمام؟ طيب عدينا. يتحول بعد كده لحديد ثلاثي داخل انستاينال سيل. حضرتك مش هينفع تمتص كل الحديد اللي كلته، ليه؟ لانه لو امتصيت اكتر من انت عاوزه هتموت. فعشان كده بتاخد اللي انت عاوزه بس والباقي تسيبه داخل الانستاينال سيل مع بروتين اسمه ابوفيريتين، يدي ناتج اسمه فيريتين. يبقى هتشيله مع الفيريتين عشان يدي ابوفيريتين. خلاص الحديد مع الفيريتين، سيبك من ابوفيريتين، هتشيله مع فيريتين. يبقى تشيل الحديد مع فيريتين بيدي حاجه اسمها ابوفيريتين مالناش دعوه بيها. يبقى ده ثالث بروتين ناخده حطيته جوه الانستاينال سيل. اللي انت سبته في الانستاينال سيل ده ينطبق عليه اغنيه عبد الحليم مفقود يا ولدي مفقود. ليه؟ لان الانستاينال سيلز دي كل 3 4 ايام بيحصل لها شيدنج، الاكل كده بيقشر الانستاينال سيل وينزلها في البراز، وده المطلوب ان انا ما اخدش اكتر من اللي عاوزه. يبقى ده ثالث كارير اسمه فيريتين، شيل الحديد الثلاثي جوه الانستاينال سيل، وده مفقود يا ولدي مفقود. طب عشان اعدي البيزولاترا بوردر عندي كارير رابع اسمه فيري بورتين، يعني البروتين اللي بينقل الحديد، فيرو بورتين بينقل الحديد الثلاثي، ده رابع كارير. طب خامس واخر واحد بقى وهو في الدم بيتشال، قلناها مع البلازما بروتين على بيتا جلوبولين اسمه ترانسفيرين. فين الرقم المهم في الام اس كيو هنا جدا؟ ترانسفيرين ده قال لك انا لو شبعتني باكتر من 35% هموتك، هرمي لك الحديد ده في صوره هيموزيدرين يحصل لك مرض مميت اسمه هيموزيدروز. 35% بس ترانسفيرين ده البيتا جلوبين، وبعدين تختزنه بعد كده تعمل له ستورج في اورجانز كتيره اهمهم الليفر، عشان كده لونه احمر في حديد كتير، لكن في سبلين في بوم مارو مع فيريتين برضو.
يعني الفيريتين موجود في حتتين في الجسم، بتاع الانتستين ده مفقود يا ولدي مفقود، بتاع الليفر والسبلين والبون مارو موجود يا ولدي موجود، ده ما ضاعش. يبقى الفيريتين ده هو الحديد اللي بيشيل، اسف، البروتين اللي بيشيل الحديد في السيلز تو بي ديستينجويش من اللي بيشيله في البلاد اسمه ترانسفيرين. خلاص، يبقى ده ترانسفيرين، ده اسمه فيريتين، في تي زياده اهي عشان ده سؤال ام اس كيو. في نوع في، يبقى هقولهم لك الخمسه بقى، انا حافظ اسئله وورد وايد. في ثلاثه بيعدوك البوردر، واثنين بيشيلوا الحديد، واحد في السيلز وواحد في الدم. حلوه، يبقى ثلاثه بيعدوك البوردر، واحد يشيله في السيل، ده سؤال ام اس كيو يقول لك ده في السيل بس، اه، واحد في الدم بس اللي بيعدوك البوردر. اول يوم من البوردر عندك اثنين لو انت واكل نباتات بالداي فيلان ميتال ترانسبورتر، لو انت واكل لحمه بالهيم كارير بروتين. دول وقلنا فاكر النبات كم؟ 90%، بس لازم تدوبه الاول بالهيت سي ال وتختزم من فيريك لفيرس بفيتامين سي، لانه ما بيشيلش غير ثنائي التكافؤ داي ميتال داي فيلان ميتال ترانسبورتر، اما بتاع اللحمه على الهيم كارير بروتين. طب مين عدوك البيزو لاترال بوردر؟ الفيروبورتين، فيروبورتين، يبقى ثلاثه هم. فاضل اثنين، احنا قلنا في خمسه في الام اس كيو. في اثنين موجودين في السيلز اهي، ما هو ده الانستاينال سيل وده الليفر سيلز، سبلين سيل، بومارو سيلز، اسمه فيريتين. اللي موجود في الانستاينال سيل ده مفقود يا ولدي مفقود، الانستاينال سيل دي بيفقد. اللي موجود في السيلز التانية ليفر وسبلين وبمرو موجود يا ولدي موجود. طب اللي بيشيله في الدم اسمه ترانسفيرين بيتا جلوبولين، انما على البلازما بروتين بشرط ما تشبعوش باكتر من 35%. حلو، ادي الخمسه، تبقى حافظهم صم. واحد من اصعب الاسئله، خمسه كارير، ثلاثه يعدوك البوردرز، واحد في السيلز في الروتين هنا مفقود وهنا موجود، واحد في الدم ترانسفيرين. لو ما فهمتش كده يبقى في مشكله معاك. طب ايرن هيموستاسيس، ايه اهم كلمه في الام اس كيو؟ ان الميه بتحكم فيها في جسمي بالابزوربشن والاكسكريشن، يعني لو عطشان اخد ميه كتير وانزل بول قليل. الحديد لا، بالابزوربشن بس مفيش اكسكريشن، اللي هتاخده لا ينطبق عليه المثل زياده الخير خيرين، هيترسب في صوره هيموزيدرين يقتلك. يبقى ده سؤال في الام اس كيو، الايرن هوميستيزيس ضبط الحديد في الجسم، انك من الاول ما تاخدش غير اللي انت عاوزه، عشان كده الباقي حطيته في الانستاينال سيلز مع فيريتين مفقود يا ولدي مفقود. وعشان كده ربنا الاوفرلود اوف ايرن از ليثال، فربنا عامل لك حاجتين يمنعوا انك تاخد كتير. ايه اول حاجه عشان ما تاخدش كتير وتموت؟ الرول اوف دايتري ايرن، الايرن اللي في الدايت، لو حضرتك خدت كتير ما تخافش، غالبا بتاخد كتير فين؟ في البلانتس اللي هي رخيص، فربنا خلى زياده الحديد في الاكل النباتات يقلل الداي فيلان ميتال ترانسبورت، سموه ميكوزال بلوك، خدت كتير الترانسبورتر يقل. العظمه دي حاجه اهم بقى، الرول اوف هيبسيدين، ده سؤال مش كده مهم جدا. الهيبسيدين من اسمه هيب، يعني كبد، مش قلنا هيباتايتس؟ يبقى ده هرمون بيتعمل في الكبد من 25 امينو اسيد، مش مهم الرقم ده، ما بيجيش العبط ده، هو بروتين اهو ادام اي ان، بيتعمل هرمون في الكبد. الهيبسيدين والحديد لا يلتقيان، حبوش بعض ابدا، يعني يا حديد يا هيبسيدين، هيبسيدين ده يكره الايرن موت، بيقلل الانستاينال ابزوربشن عن طريق انه بيمسك في الكارير الثاني بقى بتاع الناحيه الثانيه الفيروبورتين، فخلاص يبقى الحديد مش هيعرف يمسك فيه. ما هو هما في كومبيتيشن ما بين الهيبسيدين وال فرك، خلاص يا ده فبيمسك له في الفيروبورتين، يبقى مش لاقي حاجه يمتص عليه، يبقى بيمنع الابزوربشن وبيمنع الريليس بتاع الحديد من الماكروفاج والليفر سيلز. الماكروفاج ده اللي هو بتاع ريسايكلينج، الماكروفاج هي اللي بتكسر الهيموجلوب القديم وتديك الحديد بتاع ريسايكل، والليفر سيلز ده اللي انت مختزنه، يبقى لا انت عارف تجيب من ريسايكلينج ولا انت عارف تجيب من مختزنه من الاكل. الهيبسيدين يكره الحديد موت، بيقلل ابزوربشن من الاول لانه بيقلل الفيري بورتد
وبيقلل الريسايكلينج عن طريق انه هو بيبايند ماكروفاج ويقلل الريليس من بتاع الاكل المختزن في الليفر سيلز. وعليه الريزلتس قال لي ده كله. طب نيجي الفاكتورز. طالب ذكي بص وراء الخلق خالق هتعرف الاجابات. لو حضرتك عندك نقص في الاوكسجين يبقى عاوز تعمل ايه في الار بي سيز؟ عاوز ازودها يبقى عاوز حديد، يبقى توقف الهبسيدين. شوف العظمه، يعني في قوه عاقله وراء الخلق. لو حضرتك بالعكس كلت ايرن كتير يبقى مش عاوزه الا هموت، يبقى نزود الهبسيدين. في حاجه بقى مرضيه، لقوا ان الانفلاميشن، ودي بتفسر ليه الالتهابات بتعمل انيميا، لانها بتزود الهبسيدين كاره الفرك. الهبسيدين والفرك لا يلتقيان، حبوش بعض. نيجي بقى، احنا قلنا بنخزن الحديد في الخلايا مع فيريتين، اوكي، في الخلايا في الدم، ايه ترانسفيرين اللي هو بيتا جلوبولينز. ام سي كيو تبقى عارفه صم هيلخبطك. في السيلز بتشيله مع فيريتين اللي في الانترستيشال سيلز مفقود لان بيحصل لها شيدنج كل 3 4 ايام. اللي في الليفر سيلز السبلين والبون مارو موجود، فبتحط الحديد مع الفيريتين يديك حاجه اسمها هيموزيدرين. يبقى ده اللي ستورد ايرن ان سيلز، خلاص، مينلي في الليفر والسبلين والبون مارو. خد بالك جمله مهمه جدا في الام اس كيو بتاع الاكل ده، بور ايرن سبلاي، صح، لان انت معتمد على الحديد اساسا من ريسايكلينج. يعني اللي مختزنه ده مش في اي وقت، مش لو نقصك يديلك، والا ما كانش الايرن ديفيشنسي انيميا حصلت بسهوله. بور ايرن سبلاي. لو حضرتك امتصيت كتير الهيموزيدرين ده اللي هو الحديد مع الفيريتين قلناه هيكتر قوي، يديك مرض اسمه هيموزيدروزيس، اكسس هيموزيدرين ديبوزيت، فيدي مرض مميت. الجلد هيترسب في الجلد يبقى لونه زي البرونز، ترسب في البنكرياس يديك سكر فيسموه برونزن دايبيتس، ويترسب في الكبد، ما هو اساسا بيختزن في الكبد، لما يزيد بقى في الكبد يضير الكبد، يحصل تليف في الكبد سيروزس، ويحصل كارسينوما، ويترسب في البرين يبوظهولك، والهارت اللي هو اهم حاجتين عندك مخك وقلبك، وايفن التسكل تبوظ. طيب نيجي للكوزس اوف ايرن ديفيشنسي، عاوز اقولها في عجاله لان انا فاضل لي 2 بيجز، ده ما قبل الاخيره، بعدين اديكوا بريك. اسباب نقص الحديد انا بساعدك فيها بطريقه سهله، رقم الساعه 3 4 في 3. اي حاجه تنقص ليها يا اولاد، يا اما الوارد قليل السبلاي قليل، يا الاحتياج كتير، يبقى هو ناقص ليه؟ يا اما السبلاي قليل يا ريكويرمنتس كتير. كل ينقسم الى مجموعتين، كل مجموعه فيها 3، رقم الساعه 3 اهو. سبلاي قليل ليه؟ يا الانتيك قليل يا الابزوربشن قليل. الانتيك لثلاث اسباب، قلنا الرضيع معتمد على لبن الام، ولبن الام فقير في الحديد غني في الكالسيوم. ده في عيبين لبن الام، انه الحديد قليل وفي كالسيوم، وانت فاهم الكالسيوم بيكمبيت مع الحديد، اللي فاهم قوي، يعني مش بس مصدر فقير وجواه حاجه بتكمبيت مع الحديد على الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر لو كنت فاكر. ليه الانتاج قليل؟ مال نيوتريشن، واحد ما بيحبش السبانخ والقوطه الحاجات اللي فيها حديد كتير لونها احمر، او واحد مش لاقي ياكل اساسا، مش سوء تغذيه، مال نيوتريشن سوء تغذيه، او مش لاقي ياكل ستارفيشن مجاعه. طب الابزوربشن قليل ليه؟ مين يدوي الحديد؟ اتش سي ال، يبقى عيان عنده اكلور هيدري، يعني نو هيدروكلوريك اسيد. البارايتال سيلز اللي بتطلع الهيدروكلوريك اسيد، الاوكزنتيك سيلز اللي بتطلع الهيدروكلوريك اسيد باص، خلاص، بيسموها بارايتال سيلز برضه. او قلنا الامتصاص بتاع الحديد قلناها قبل كده من الديودينم، ده سؤال ام اس كيو، وانا شرحت لكم ليه من الابر بارت اوف سمول انتستين، ليه بيبقى من الديودينم؟ لان الاتش سي ال بيتم معادلته في الجيجنم، فانا عاوز حته فيها الاتش سي ال بخيره، لسه ما اتعادلش، لسه الوسط اسيدك عشان يدوب الحديد، عشان كده امتصاص الحديد من الديودينام اساسا. طبعا لو قال لك ابر جيجنم صح برضه، الديودينام وابر جيجنم اتس اوكي. الجيجنم فوليك اسيد، اللور ايليام بي 12، ثلاث اسئله هم. اعلى حاجه الحديد اللي هو اهم سبب في الديودينام وابر جيجنم، جيجنم فوليك اسيد، لور ايليام بي 12. ايه اللي نقص الابزوربشن؟
قلنا الكالسيوم مش بيكون بيب معه، ما تاخدش حديد، حاجه فيها حديد انت ناقص حديد ما تاخدش معاه لبن منتجات الالبان لان فيها كالسيوم، وحاجات تانية ترسب الحديد زي الفايتيك اسيد اللي موجود في الرد. طب نيجي زياده ريكويرمنتس، يا فيسيولوجيكال اللي هو واحد في مراحل النمو زي الانفان بيمه محتاج حديد كتير، ريكويرمنت زادت. ادوليسنس في البلوغ بنحتاج حديد كتير. الفيميل في ريبرودكتيف بيريود في فتره الاخصاب لان عندها يعني البيريود بتجيلها بتفقد دم يبقى عاوزه حديد كتير، وبعد البيبي بتعمل بيبي وبتدي له حديد. باثولوجيكال حاجات مرضيه، اشهر حاجه هي دي اللي بتيجي في الام اس كيو بقى، كرونيك بليدنج، اي مرض فيه كرونيك بليدنج هيزود احتياجك للحديد، يعمل لك اير ديفيشنسي انيميا. او بنت عندها هيفي منستريشن يعني بيجي عليها الحيض بكميه كتيره، او في بلادنا الانكليستوما اللي هو الدوده اللي قلته مصاص دماغ، كل دوده بتاخد نص سنتي دم في اليوم، في المتوسط اللي عنده انكليستوما يبقى عنده 100 دوده يبقى ده مصاص دماغ كل يوم بيفقد 50 سنتي دم، دوده بتاخد نص. طيب ما عليكش المعلومات دي، ادي قلتها بسرعه، اهم حاجه فيها في الام اس كيو الكرونيك بليدنج يا اولاد تبقى عارف. وطبعا اكلور هيدرا تبقى فاهم لان الاتش سي ال مهم، والديودينال ديزيز، كل دي اسئله ام اس كيو لان هو بيمتص بالديودينال الحديد من اول حته، والاتش سي ال لسه بخيره عشان هو ما بيدوبش غير في وسط حامضي. الفوليك اسيد من جيجنال، البي 12 من لور ايليم، ثلاث اسئله اهم اخر بيج وبعدين ناخد راحه. انيميا، انيميا باي ديفينيشن الطالب العادي يقول لك ديكريز ذا ار بي سي كاونت اند هيموجلوبين كونتنت، هذا خطا، لازم تحدد الهيموجلوبين. قلنا في الميل بيبقى من 14 ل 16 صح، وفي الفيميل بيبقى قلنا بيبقى اقل شويه حوالي 14، يعني خليها مثلا ميل 16 والفيميل 14. قال لك لازم ينقص 2.5 جرام عن الرقم ده، يعني 16 ناقص 2.5 تبقى 13.5، 14 ناقص 2.5 تبقى 11.5. يعني ما اقولش مش اي نقص في الهيموجلوبين اقول عندك انيميا، لازم في الميل اتعلم عشان تبقى دكتور شاطر تحت 13.5 وفي الفيميل تحت 11.5 جرام. طب عدد الار بي سيز لازم في الميل يبقى تحت 4.5 مليون، في الفيميل تحت 3.9 مليون في كل كيوبيك مليمتر. ادي اول نقطه تبقى عارفها. انواع وبالتالي اسباب الانيميا، احنا قلنا الانيميا الفوليوم بنقسمها حسب الفوليوم حسب كرة حجم الار بي سيز لثلاث انواع. يعني عيان عنده الار بي سيز والهيموجلوبين ناقصين افهمني، بس لما تاخد كرة واحدة منهم تلاقي حجمها كبير. الار بي سيز والهيموجلوبين ناقصين بس لما تاخد واحدة بس منهم تلاقي حجمها طبيعي. الار بي سيز والهيموجلوبين ناقصين بس لما تاخد واحدة كعينة تلاقي حجمها صغير مايكرو. طيب اشكال ثلاث انواع، اول نوع اسمه ماكروسيتيك، مش عاوز عبط، هي كبيره بس فيها هيموجلوبين مواكب لحجمها نورموكروميك، مش ماكروسيتيك هايبركروميك زي ازازه قلت البيبسي الفاميلي سايز، فيها كميه ماده البيبسي اكتر بس مواكبه لحجمها، طعم البيبسي هو نفس التركيز، فهنا ماكروسيتيك نورموكروميك. هنا تاني واحده نورموسيتيك نورموكروميك، حجمها طبيعي وبتحتوي كميه طبيعيه. نيجي بقى النقطه الصعبه هنا، المايكروسيتيك بتبقى هايبوكروميك، يعني هي صغيره بس الهيموجلوبين فيها اقل من صغرها. واحد يقول لي اديني مثال بالارقام لان الارقام لا تكذب، حجمها النص والهيموجلوبين اللي جواها مش النص اللي مفروض الربع، يبقى ستيل اقل من النص، يعني حجمها نزل للنص بس الهيموجلوبين ما نزلش جواها للنص، لو كان نزل النص كان يبقى مواكب، حجمها النص والهيموجلوبين النص، لا نزل للربع، يبقى مايكروسيتيك هايبوكروميك. I hope I'm clear and I'm always clear. ايه اسباب الماكروسيتيك؟ قلت الانيميا ثلاث انواع وسبع اسباب. الماكرو هي ليه كبيره؟ عشان ما حصلش ديفيجن. وليه ما فيش دي فيجن؟ عشان ما فيش دي ان ايه. وليه ما فيش دي ان ايه؟ عشان ما فيش بي 12 وفوليك اسيد. يبقى الماكروسيتيك دي في الدنيا حاجه من اثنين، يا بي 12 باسبابها الاربعه يا فوليك اسيد باسبابها الاربعه. طيب نيجي المايكروسيتيك، هي ليه صغيره؟
طب طريقة جميلة قوي، كرة القدم منفوخة هواء، كرة الدم منفوخة هيموجلوبين. يبقى هي عيالك روحها، يبقى هي صغيرة عشان الهيموجلوبين جواها قليل، يبقى الهيم قسمها بقى، الهيم قليل يا الجلوبين قليل. الهيم قليل، هيم يعني حديد، يبقى اير ديفيشنسي، وده اهم سبب للانيميا في العالم. الجلوبين قليل دي للاوائل بقى، دي للاوائل اللي هو مرض الثلاسيميا. فاكر كان في ديفكت في الجين بتاع الجلوبين، انيميا البحر المتوسط في جنوب اوروبا وشمال افريقيا، الناس هناك بقى عندهم ديفكت في الجين بتاع الجلوبين. يبقى ده سببين للماكرو، ده سببين للمايكرو، مفيش احلى من كده. طب نيجي النورمال، يعني الار بي سيز عددهم قليل والهيموجلوبين قليل. خد بالك في جميع الانواع، مش عاوز عبط في الام اس كيو، في جميع الانواع الثلاثه الار بي سيز كاونت والهيموجلوبين قليل. انما لما اقول نورمو انا مش بتكلم على المجموع، بتكلم على الكره الواحده، الكره الواحده حجمها طبيعي، لكن من هذه الكره العدد قليل. الكره الواحده بتحتوي كميه طبيعيه من الهيموجلوبين، لكن الكميه الاجماليه للهيموجلوبين قليله لان عدده قليل. تخبطش، يبقى مش يقول لي في النورموسيتيك نورمو كروميك انيميا الار بي سيز نمبر نورمال. غلط طبعا، الار بي سيز نمبر لازم يبقى ناقص عشان يبقى في انيميا. الهيموجلوبين نورمال لازم يبقى ناقص. الهيموجلوبين اللي جوه الكره طبيعي بالكره الواحده، بس الكره عددها قليل وبالتالي الهيموجلوبين الاجمالي قليل. تخبطش في الام اس كيو الغلطات العبيطه دي. طيب امال ليه عددهم ناقص بقى؟ هي الكره طبيعيه بس عددهم ناقص وبالتالي الهيموجلوبين ناقص. نفكر باسلوب لطيف، يا ما بيتعملوش، المصنع بايظ، يبقى ابلاستيك انيميا بسبب اشاعات ذريه، اكس راي، انتي بايوتكس اللي ما يعرفوش الزملاء. اشهر سبب لتوقف البون مارو ايديوباثيك، ما نعرفش السبب، لا اشاعات ذريه ولا اكس راي ولا انتي بايوتكس، ما وقف مش عارف ليه، يعني مش لازم في سبب، هو وقفه بس. يبقى اما بتعملوش يا يفقدوا، يفقدوا خارج الجسم. شوف الاوائل بقى اكيوت هيموريدج، ليه نزيف حاد؟ لان الكرونيك هيموريدج بينقص الحديد يدي مايكروسيتيك للاوائل، يبقى الاكيوت هيموريدج يدي نورموسيتيك، الكرونيك هيموريدج ينقص الحديد مش ملحق عليه حديد يدي مايكروسيتيك. يبقى هنا كلمه اكيوت مهمه جدا يا اولاد، يبقى فقدتهم بره الجسم او بيتكسروا جوه الجسم، يبقى هيموليتيك انيميا. يبقى الانيميا بص لي بقى لوحه رائعه، ثلاث انواع وسبع اسباب. ليه ماكرو؟ عشان مفيش دي ان اي، مفيش تي فيجن، مفيش دي فيجن، مفيش دي ان اي، مفيش بيتو الفوليك اسيد. الاثنين ليه صغيره؟ يا مفيهاش هيم يا مفيهاش جلوبين، نقص الحديد يا نقص ثلاسيميا. اما النورمو ثلاث اسباب، يبقى 2 2 و3 يبقوا 7. يا ما بيتعملوش ابلاستيك، يا يفقدوا خارج الجسم اكيوت هيموريدج، يا جوه الجسم تبقى هيموليتيك انيميا. طب ايه اللي كسرهم جوه الجسم؟ يا العيب في الكره يا العيب بره الكره. الكره نفسها فيها حاجه بتخليها تتكسر، انترنسيك ديفكت في الممبرين نفسه. خلاص الممبرين نفسه ان عنده سفيروسايتوزيس، المفروض تبقى باي كونكيف، هي باي كونفكس، فاول شويه ما تاخدهم يفرقعوه فتبقى زي الكره، فيسموها سفيرو، سفيرو يعني كره، سايتوزيس. يا اما العيب في الهيموجلوبين قلناها سيكل سيل انيميا، الهيموجلوبين اس مش ايه، يا العيب في الانزيم اللي هو نقص في الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، ده الانزيم اللي بيرمي الميه بره عشان الكره ما تفرقعش. يبقى العيب يا في الممبرين يا في الهيموجلوبين يا في الانزيم. العيب من بره كاتبها بطريقه رائعه، اي بي سي دي، كل حاجه عملها بطريقه جميله. واحد نقلوا له دم غلط، فالانتي بوديز حطمت الار بي سيز. انتي بوديز ايه؟ بي بكتيريال توكسينز، في انواع من البكتيريا التوكسين تحطم الار بي سيز. سي كيميكال بويزن زي السنيك فينم، سم الثعبان. عارف ليه سم الثعبان بيموت؟ لانه بيحطم الار بي سيز، كيميكال ماده كده. دراجز، في بعض الدراجز ماشيه زي الفل في كل العيانين، وعيان كده عنده يسموه ايديوسينكراسي، هو بس اللي الدواء كسر له الار بي سيز. عشان ما تسالنيش طب بيستخدموه ليه؟ واحد في كل 1000 في 100000، يعني نحرم 100000 عشان واحد هيتكسر؟ لا. يبقى ايه؟ انتي بوديز، بي بكتيريال توكسينز، سي كيميكال بويزن، دي دراجز. لا اكل ولا امل في الانيميا، فمعلش انا ماشي كطلقات الرصاص، دي حاجه في عجاله. يبقى نقول عندك انيميا، ده اول سؤال ام اس كيو، لو الار بي سيز في الميل تحت 4.5 مليون او في الفيميل تحت 3.9 مليون، والهيموجلوبين في الميل تحت 13.5 يعني 2.5 تحت ال 16، او في الفيميل 11.5 2.5 تحت ال 14، اللي هو النورم، مش اي نقص. طب الاسباب ثلاثه،
يا ماكروسيتيك نورم كروميك، اسف الانواع، يا اما نورموسيتيك نورم كروميك، يا خد بالك بقى من الاخرانيه، مايكروسيتيك هايبوكروميك، الحجم نزل للنص بس اللي مجرم نزل للربع. طب ثلاث انواع وكم سبب؟ ما هو انت لما تعرف النوع تعرف السبب. سبع اسباب. الماكرو سببين، هي ليه كبيره؟ عشان ما حصلش دي فيجن. وليه ما حصلش دي فيجن؟ عشان ما فيش دي ان ايه. وليه ما فيش دي ان ايه؟ يا بي 12 يا فوليك اسيد، كل واحد ليه اربع اسباب. طب هي ايه صغيره؟ كره القدم منفوخه هواء، كره الدم منفوخه هي مجلوبين، يبقى يا هيم يا جلوبين، هيم يبقى اير ديفيشنسي، سببين اهو. والجلوبين ثلاسيميا، ديفكت في الجين بتاع الجلوبين. طب طبيعيه بس عددهم قليل، يا ما بيتعملوش ابلاستيك، يا بيفقدوا، يا خارج الجسم اكيوت هيموريدج، يا داخل الجسم هيموليس. نيجي ده سؤال مضمون في الاند اوف تيرم اكزام، ازاي بنعرف نوع الانيميا؟ مش بنتفرج عليها نشوفها صغيره ولا كبيره، بالحساب وليس بالرؤيه. بنقيس المين كورباسكولار هيموجلوبين، سموه ام سي اتش، الواحده فيها قد ايه هيموجلوبين، عشان نعرف هل هي نورمو كروميك ولا هايبو كروميك زي الاير ديفيشنسي. الاهم هي نمره 2، المين كورباسكولار فوليوم. مين يعني متوسط يا اولاد؟ كورباسل يعني كره، متوسط حجم الكره، متوسط الهيموجلوبين في الكره، سموها ام سي في، في ستاندز فور فوليوم، ام سي يعني مين كورباسكولار، سيبك منها، متوسط الكره، اتش الهيموجلوبين اللي في الكره، في الفوليوم بتاع الكره، ده اهم واحده، او ام سي اتش سي اللي هو مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. بعد كده تبقى مساله تافهه جدا، كلمه بطريقه اطفال، انت عاوز تعرف الكره فيها قد ايه هيموجلوبين، تعمل ايه؟ تقسم الهيموجلوبين الاجمالي على عدد الكرات يطلع لك مانوب الواحده. واحد قال لي مثال سهل، احنا 20 فرد دخل علينا واحد ب 40 كيلو حلوه، يبقى كل واحد هانوبه قد ايه من الحلوه، بتعمل ايه؟ تقسم كميه الحلوه، كميه الحلوه اللي هي كميه الهيموجلوبين، على عدد المنتفعين اللي هو احنا اللي هو الار بي سيز، فبتقسم الهيموجلوبين كونتنت على عدد الار بي سيز، طلع لك الواحده بياخد كام. لتعديل الحسابات، وقلتها ارجع للمحاضرات الاساسيه بتاعتي، بنضرب في 10، لانك بتحط الاعداد كده على ابوها، الهيموجلوبين كونتنت ان جرام 15، حط 15 جرام 15، الار بي سيز كاونت مليون اكتب 5، ما تحطش اصفار، وبتعدي الحسابات تضرب في 10 في الاخر، يبقى حتى باخد مساله سهله 15 على 5 تبقى 3 في 10 30 في متوسط، عشان حتى لو عاوز تفتكر الرقم 30، يبقى دي العدد اللي كان ما بين 25 و32 بيكو جرام، ده كميه الهيموجلوبين 30 بمتوسط من 25 و32، لو اقل من 25 تبقى هايبوكروميك، ما بين الرقمين دي تبقى نورمو كروميك. طيب مين كورباسكولار فوليوم، عاوز حجم الواحده، تعمل ايه؟ تقسم حجمهم كلهم على عددهم. يعني عندي مثلا، هدي مثال، 20 صندوق واخدين مساحة 44 متر مكعب، يبقى حجم الصندوق كام؟ تعمل ايه؟ تقسم 40 اللي هو حجمهم كلهم اللي هو الباكس الفوليوم على عددهم، على الار بي سيز كاونت مليون، وللتعديل اضرب في 10، باكس الفوليوم اللي هو الهيماتوكريت فاليو قلنا 45% على ار بي سيز كاونت 5، انا ببتدي الاول بالنقره، 45 على 5 يبقى 9 في 10، فاكر لما قلت لك 90 كيوبيك مايكرون، في رينج من 80 ل 95، ده اهم رقم. ما تقولش مايكرو صغيره غير لو تحت 80، ما تقولش ماكرو غير لو فوق 95، نورمو ما بين 80 و 95، ده مساله مضمونه. طيب مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن، متوسط تركيز الهيموجلوبين في الكرات. قلت الاول ما هو التركيز يا اولاد؟ التركيز كميه في حجم. ما ينفعش اقول تركيز ماده البيبسي مثلا 10 جرام، 10 جرام في ايه؟ في كان؟ في 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 صفيحه بيبسي؟ في ازازه؟ يبقى عايز تقول لي الكميه في الحجم. ده تعريف التركيز ملوش دعوه بالفسيولوجي، في الحياه كميه في حجم، يبقى اقسم كميه الهيموجلوبين اهو ان جرامز على الحجم على الباكس الفوليوم عشان اطلع التركيز. هنا بقى المية دي مش تعديل حسابات، لان الهيموجلوبين
في بالجرام محسوب في 100 سنتي والباكسل فوليوم 45 من كل 100، ده مش تعديل حسابات، تضرب ال 100 فالهيموجلوبين كونتنت 15 على الباكسل فوليوم 45 يبقى ثلث ال 100 تبقى 33% من 32 ل 38% جرام لكل دي سي لتر. انا بقولها بطريقه لا تنسى اولاد عشان اساعدك في الام اس كيو، علمتها هنا وهناك. امتى هيجي لك ام سي اتش يعني مين كورباسكولار هيموجلوبين، ام سي في مين كورباسكولار فوليوم، ام سي اتش سي هيموجلوبين كونسنتريشن. اشطب كلمه ام سي دي تعنيناش في حاجه. لو لقيت فضل حرف واحد اتش او في اضرب في صفر واحد في 10، عدل في 10. لو لقيت فضل حرفين اتش سي هيموجلوبين كونسنتريشن اضرب في صفرين في 100. حلوه. يبقى شيل الاول ازاي تحل المساله، شيل ام سي، اتبقى حرف واحد اضرب في صفر واحد في 10، اتبقى حرفين اضرب في صفرين. تاني حاجه في حل المساله، حط الاعداد على ابوها بدون اصفار، يعني الار بي سي كاونت تحطه 5 مليون تبقى 5 مليون 4 مليون 4 مليون، ما تحطش اصفار، الاعداد على ابوها العدد بدون اصفار لانك معدل اوريدي بالاصفار اهو، فالاعداد على ابوها. وتحفظ الرينج احسن من اسمك، وانا ساعدتك فيه، ابتدي فكر في النورمال عشان ده هيذكرك. يعني مثلا النورمال اللي ممكن كونتنت 15 جرام على الار بي سي كاونت 5 مليون، ده النورمال بقى بدون كسور حتى، يبقى 3 في 10 ب 30، يبقى لازم الرقم يبقى حوالين ال 30. هنا الباكسل فوليوم 45% على الار بي سي كاونت 5، 45 على 5 ب 9 في 10 يبقى الرقم حوالين 90، 80 ل 95. هيموجلوبين كونتنت 15 على الباكسل فوليوم 45 يبقى تلت ال 100 يبقى 33، الرقم من 32 الى 38. ده مساله مضمونه هتعرف من اول مساله، اهم مساله الفوليوم، هل هي مايكرو تحت 80 ولا ماكرو فوق 95 ولا نورم، دي اهم مساله. من الهيموجلوبين والهيموجلوبين كونسنتريشن هتعرف هل هي نورموكروميك ولا هايبوكروميك. راحة نصف ساعة أولاد، بعد كده نبتدي النص الثاني في البلد وهو خاص بالهيموستيزيس والإيميونيتي اللي هو الجزء الصعب. أوكي يا أولاد، أشكركم على وقتكم وأتمنى لكم التوفيق، وألقاكم بعد ساعة من الزمن إذا كان في العمر بقية وصحة. شكراً.